جلست اتخيل وش بيني وبينها عشره بصوت غير طبيعيهم، انا ما اشوفه ولا اعرفه. طيب انا بسالك سؤال، اذكر يوم ذكر يوم تسمعني الشيله واقول طيب انا بسالك سؤال، انا هذاي قدامكم واقعد انشد لكم، ليه ما تحسون بالاحساس ذا؟ والله سؤال محرج، ما ودي اجاوب وتتحطم. والله ما انا صوتك كلام شف. اسمع ابعطيك حكمه دائما ارددها واقولها، تحطيم الناس مثل الحجاره يرمونها عليك، اما أيوة. تقبرك في مكانك ولا تصعد فوق القمه. برجع وراح اللي قبل، وترى بروح انا وتقعد لحالك. والله اقعد انشد لنفسي. ابو فوزان انشدت ومشوا، بدا ينشد وكل مشى، ما بقول له انا بمشي شكله جامنا. شكله انت تسمع زين عشان كذا ما مشيت. لا والله اسمع زين بس اشو، ما بدا للحين، ما البدايات وانت خطبت. تدري ايش يقول يا عبد المجيد؟ ذاك اليوم يا طويل العمر احنا جايين من القصيم على انا والرجال والحميد وجاك، وش اسمه؟ يا جاكي. والله العظيم ان جاكي ما هو بينا، ليش تصايح تنادي هنا؟ روح هناك. المهم يا طويل العمر وانا اسولف معهم، قلت هم يشغلون شيلات وطربيه مستنسين، قلت يا رجل انا ما هوس بي ولا غمرني الا شيله واحده، تكفون شغلوها. واحاول اشرح للرجال ذا لاني قحطاني وهو قحطاني بالرفتي قحطاني، قلت ترى قحطاني. اقول الراشد تو على من هذا كذا منصدم انه اي شكله فهنس السالفه. اقول له يا ولد شغلها لنا، وهو مع الجوال يشغل ويحاول وندور، ولا انا ذكرت القصيده ونعطيه القصيده ويشغلها. انا يا خيلي قال ذا لا والله ملفي معلش محترمي ذوقك لك ما هبزي. وانا مدمن عليها لدرجه والله يا عبد المجيد ولهنون الربع اني اول ما نزلت لين يمكن الوحيد اللي عجزت املها اطلع في البر الحالي ولا ذا واجلس اشغلها واتادب. نعم وانا كنت اشوفه لا تواضع، شوف البيت لا تواضع من غير صوته، من غير صوته لا تواضع في حضور العالم المتكبري، وتكلم معهم بنفس الطريقه ونفس النظر. انت هذا البيت عجبك؟ شوف اتحداك تلقى بيت مو بزين في القصيده كله. اي والله عندك اللي يقول عبد الله علوش على سعد علوش كله عار يا ولد تسمين. اللي يقول ما انا ما اذكر البيت، اللي ما اذكر البيت اللي يقول انك لا تتكلم عن طموحك في وجود لا تتكلم في وجود الفارغين انت فارغين. اي كانك تسولف مع النصارى والحلال طبعا. بس لحظه ابو ملفي طبعا جاء وقطع سالفتي وقومني من محلي. والله ما يستحي كالإدارة. ما يستحي والله. أقول في أخي أنت لمت حياتك كله من البلية. والله ما أنساه البلية، غير قبل برنامج أنا كرجعت الماضي هسلم. المهم أنا أنت ما لحقت عليه. فضفض أنا أفرغ، إذا بغيت أفرغ أشغل السناب فلاتر وأقعد أسولف مع الفلتر أبو خشم حلو، أقعد أستهبل بس كذا أستهبل. المهم ذيك اليوم مسكت معي وأنا رايح لجدة على الطيارة وأشغل وأقول كذا الى واحد يصور. والله انا داخل مزاج واغير فلتر، اذا خلص الخشم طلب عيون اقول كذا حتى بالفضفضه مثقف يا رجل كمل اسلم. يوم خلصت اسكر يوم وصلت مكه اخر جاتني رساله على الخاص، السلام عليكم صورك. لا يعني لهم صورك هون. سلام حياك الله اخوي عبد المجيد، يعلم الله احنا نحبك ونغليك ونقدرك. حركات هذه ما تصير بالطياره. الحركات هذه خطا تصير بالطياره. يعني بالطياره هو موجود. هو موجود الطياره وراي شكله على يساري. يا الله مره صار لي شيشه، مره صار لي موقف كنت بسوق الخضار عمل نفسك ميت. وجيت انا بفرغ طبعا، انا عندي حركات تفريغ غريبه تبي تجيكم بعد شهر. ولما جينا الحين لانه توي ما فضفضت مره، لا ما ضغطت مره. اضغطك بكره ان شاء الله. لا صوتك شويه يكفيني زين. المهم فيك ضغط سنه قدام. اوف قوه. لا برجع لك الحين شو اسمه. واجي اوقف سوق الخضار مظلم ما في احد ابد، وانا كنت شو بسوي؟ ابى اضحك ضحكه الشرير كذا. ها 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 ما في احد طبعا عشان بس ما اغلط على احد. ها 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 ابو الفضفضه الخايسه. از يوم جيت اركب سيارتي والله العظيم واحد وراي يمكن يبعد عن 20 متر. وش؟ ها عبد المجيد يا وش؟ عبد والله العظيم انه قال لي اسمي عسى ما شر يا عبد المجيد. عبد المجيد الفضحونان. والله قلت لا بس اني سامع النكته. قال الحمد لله والشكر. ليش ما كملت ونظميته طيب؟ يومنا خربانه خربانه. وراي هو بعيد بس شكله اللي شايفه وجهي يوم اني وصلت السياره وشاف اني انهبلت قال وصل. طيب هو انت فعلا ترتاح عقبها ولا لا؟ لا انا مش هسه انا احب استهبل كذا يعني انا كذا ابغى استهبل مثقف. اي بس كذا اقدر اضحك يعني الحين لو انتم موجودين هنا اقعد اقول ها بس كذا انبسط اكيف. سجل تصير لحالك والله. رسالة الترفيه عندها مخيسه ما تنفع انت ترفيه. لا تفتح ملاهي ذا الله. لا تفتح ملاهي. ايش جوك يا ابو فوزان؟ لا حول ولا قوه. ما توقعت انكم تحطون هالدرجه. قوم تعشوا انتوا يا قوم. عناني جوعانين شكلكم. لا انا لا شوي تونا انا اجلس في صداع.
انطق انطق والله صداع تروح تاكل يعني انطق. يروح صداع بنادول هو انطق تبونها يا اخي احس جوها للحين القصيده. طيب اشوف قبل ما تقول قصيده قبل شوي تقول الطموح البيتين على الطموح الكتاب اللي جابه لنا هذا الدكتور رشيد فقيها قريت فيه عبارتين قويات يعني رسخت ببالي اكثر من عباره عبارتين هي اللي يا ولد لازقه في مخي عيه تروح عبارتين العباره الاولى الفرق بين الممكن والمستحيل هو ما يمكن في الشخص نفسه انت اللي تقرر ما يكمن عفوا شكرا على شو اسمه يعني انت اللي تحدد هذا مستحيل ولا ممكن. يا سلام. هذه عباره. العباره الثانيه يا سلام متى تقول انك فشلت او هذه او اللي قاعد تسويه انت فاشل يعني او فشلت فيه اذا وقفت على المحاوله. يا الله حقيقه ان الكتاب ذا خلص يعني اللي انت قلت انت تعليق اخير انا انسان جد بدون يعني دعاء مثالي اكره القراءه ما قد مره مسكت كتاب وقرأت يمكن اقرب الجوال ممكن اول كتاب امسكه وانا صدق متحمس واقراه من قلب لدرجه اقراه اول شيء بدون ما احرك شفايفي اقرا العباره مره ثانيه وانا احرك شفايفي المره الثالثه عشان ترسخ بذهني كذا اقراها وانا مغمض ما شاء الله شفت عبارتك الثانيه يا بنك شفت عبارتك الثانيه ايه؟ هذا يقول قريبه منها يقول كايل روت يقول هناك عده طرق لتحقيق الفوز لكن هناك طريق واحد للخساره أيوة. وهو ان تفشل ولا تتخطى هذا الفشل يا الله يا الله انا قريت كلام على طاري ما ارحب يا محمد هلا بالشيخ محمد هلا بنور العين محمد محبوب هذا شو اسمه انا قريت بحكم نتكلم عن النجاح احد اهم عناصر النجاح في عالم التسويق وغيره هي المنافسه لدرجه انه بعض الشركات اذا ما لقت منافس هي تصنع المنافس فتطلع هي ماركه اقل منها عشان تنافس نفسها فيصير فيه تطور يقول لك هذا واحد فتح محل سمك زين جاب السمك من السوق وحطها بالقالب هذا المويه علشان يبدا ياخذ الزبائن كانه طازج ويطبخ ويصير طيب بعد اسبوعين صار الطعم مو طيب طعم السمك مو طيب مو يعني مع انه ياكل بالمويه ويجيب له اكل من البحر وكل شيء فاستشار واحد خبير قال له ان السمك صار طعمه مو طيب ايش قال له قال جيب له السمك اللي عندك سمك عدواني وجاب لهم سمك عدواني وحطه بالقفص فصارت السمك اللي هو يبيعها هنا تحرك واجد فوش صار علميا صار ان السمك حقهم من اول ما في احد يخوفه ما في احد ينافسه ما في منافسه فما صار دمه فاتر الله. فاثر على الطعم فشوف سبحان الله احيانا اعدائك هم اللي يصنعون نجاحك منافسينك هم اللي يصنعونك حتى وبرضه تعقيبا على كلامه في عباره بعد الكلمات توي اتذكرها يقول قوية. يقول انت عندك هدف يا كابتن أسلم. أنت عندك هدف عندك نجاح هدف تبي تحققه توصل له وش الجسر اللي بين الشيئين الإصرار تفشل ترجع تحاول تفشل أدري أنك منصدم من الكلام ذا لا هذا من رشاد فقيه ماخذ الكتاب وبدأ ينقل والله العظيم من رشاد والله من رشاد في ثلاث عبارات رسخت مخ ما أحفظتها من ما شاء الله عندك هدف مثلا أنت الحين طالب تبغى مثلا شهاده بكالوريوس في تخصص ما حلو وش مثلا درست الترم الاول سقطت الترم الثاني حملت كم ماده ترجع تعيد الاصرار والعزيمه هي اللي بتوصلك اخر شيء للحلم اللي كنت انت تبيه تدري وش اللي يقوي الاصرار ها وش اللي يقوي الاصرار والعزيمه يقوي الاصرار والعزيمه انا اعلمك اول شيء تتعلم كيفيه التعامل مع مشاكل الحياة والحاجات اللي تحطمك أنت الآن ماشي بالشارع بسيارة لا يقول اللي قويه قدامك اللي أنا أعلمه وش اللي قويه هذه حاجة من الحاجات اللي تقويه أنت الحين ماشي بشارع قدامك مطبات حلو كيف تكمل طريقك لازم تهدي تطلع فوق المطب بعدين تهدي مرة ثانية فوق المطب الثاني وتمشي المطبات هذه هي المشكلات بالحياة اللي تحاول تضعفك الناس المحطمين الحاجات الظروف الغير متاحه لك احيانا الظروف اللي تحكمك لازم تعرف متى تتعامل مع المشكله على سبيل المثال السلام. انت الحين بقناه بدايه وبرنامج رصيدك في نقاد وفي حاسدين وفي كارهين صح ولا لا الناقد نوعين بناء هدام النقد البناء كبه ولا تسمع ولا تاخذ فيه حلو النقد البناء برضه ينقسم الى قسمين نقد بناء بحاجه فعليا هي موجوده فيك حلو تسمع وجهة النظر طبعا بشرط ان يكون النقد والرأي
حدود الأداب، مو يجي يقول يا بن دافنة يا اللي فيك ما فيك أنت فيك، قد تكون حاجة ذي فيك بس إنه قاعد يسبك. خذ اترك السب، اسمع وجهة النظر، العين والراسد كلامك، سبك وشتمك ينعكس على تربيتك. خذ النقد حلو وحاول تطور من نفسك وتصعد تصير من حسن إلى أحسن. أما النقد البناء اللي أساسا بحاجة موجودة فيك، احترم وجهة نظرك. تدري وش كنت أقول ده؟ توك جيت يا غالي، توك جيت حلو الموضوع. على طريق ويقول ينعكس على تربيتك. أنا في الزمن ذا بالذات، في الزمن ذا أول صح الأولين كانوا يتعبون ويربون ويطلعون ناس فعلا ناس قد المقام، لكن في الزمن ذا مع تداخل التقنية وتداخل اللب والنم يتعب يربي ممكن إيش كان. أنا أقصد تربية أخلاق، تربية أخلاق هو ما أقصد الموضوع. لا أنا بقول قد سوى التربية مفهوم الحين إنها تربية الوالدين. لا أنا قصدي فيها أنا فاهم كام كراشد، لكن أقصد أول كانوا يتعبون فالحين أم والأب يتعبون يصرفون عليه وما، لكن ممكن يخالط ناس يغيرون فكرة، يخالط وسائل التقنية دي أو يطلع على حاجات ممكن تغير الشيء اللي أمه وأبوه قاعدين يبنون. برضه استقيم عن النقطة دي أبو ملفي معلش، برضه تذكرت كتاب يا مدير يا بعد روح مدير عطنا لا عطنا توت مدري موية مدري وش هذا يا طيب نبغى نطلب يا أخوز يا بس ايش هذا المطعم حقكم مصقع بساب يا طيب مو مصقع تعال تعال قرصان قرصان بالله بساب يا بساب 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 واحد تكسوك واحد كبده واحد مصقع كمان الله واحد مصقع ايش رايكم لا انا ما ابغى من الحين طيب بدك تاكل حالك توكن اجرك عندي ولا ايش اسمع مصقع مصقع مو مصقع انت يا فارس يا طيب روح البنك يا طيب تعال روح البنك انت بتتنازل اسمع يا محمد والله روح البنك انت بتتنازل نبغى كبده شكشوكه ومصقع كبده كبده وشكشوكه ومصقع خلي منير يظبط اسمع 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 ظبطنا اسمع اسمع ظبطنا في مرقوق وذا في جريش و انا والله انا ماري يا اخي عايز اشتري يا اخي خلني اطلع الاحساس هذا اللي حطوا الماء ايش رايك فيني يوم تكلمت عن سمو اليوم جمعيه سمو لتحفيظ القران تنتظر واحد مثلي يقيم لتحفيظ القران الكريم تنتظر واحد مثلي يقيم اين عقلك واتس ذيس ايش هذا ايش قلت هذا واجد مره واجد مره هذا رجالي ايوه اسكت اسكت لا تتوهج انا ما كلت منه ما لي دخل والله من حركات هذه والله ما لي دخل عشان ما ادفع واجد كل اتوطن انا ما ابغى ادفع واجد والله صدق وراي جماهير عظيمه يا حبيبي يا طيب يا طيب جريش وقرصان خلاص هذا القرصان يا ولدي مايك خصم 500 انفخ اصبر ما مات طلع العناية طلع هذا خليه في العناية خل مع الدكتور ياخذ راحته من الحلال اصبر ايه تعال غطي بنكشف عليه غطي بنكشف عليه انت ستارة خلك هو مسلم اصبر
رفع رفع اصبع رفع اصبع يتشهد يتشهد لا لا الله شكله مات قول لا لا ولدي 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 يا لا حول ولا قوة الا بالله ولدي يا اخي ولدي مات مات ولدي ولدي راح الغالي لا حول ولا قوة الا بالله لو سمحت ما عليه اصبر اصبر واحد تسب ان شاء الله يعوضك الله ان شاء الله واحد ثاني اصبر اسمع اسمع وضعية حياة الفائدة يا جماعة يا جماعة الخير هذا مقدر ومكتوب كل نفس ذائقة الموت نعم نعم روح ادفنه روح عط ابو كاتم عشان يخصم عليه 500 ابو كاتم يا اخي انت غبت ابو كاتم جاي يا الله يا رب انك ترحمه يا الله والله ما ادري بس شوف والله ما والله شو صح انقطع البس هذا انا كبده وشكشوكه والله حطه بالشمس هذا يا اخي كله يا ام العيال مرقى بخله بشتك لا يفعلك فلوس لم عذاب القلب يا رجل اثمان كلهم يا معلق المرقى بخال المشتك كم الساعة كم الساعة منو عمر يا أخي دم 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 الساعة كم يا بالعقال أصلاك بالعقال أرص أخلي نايف هذا اللي ببني لسنة كده والله دمعت عيوني و انا حقت الام حقت الام والله انا خنقتني الان من اللي تكلم بالرفدة عز الله صوت جميل يا رجل احساس احساس عالي احساس مرهف صوته قوي شدني يجيب لك قشعريره ودي لو شال الا يا زين لا تكفى بندر العلي يا قلبي والله لا يا منيف يا منيف يا منيف منيف لا 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 لا. ابشر بالمايكين والثلاثه ابشر 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 يا منيف انا والله ما دمت هندي ولا تصيح تركي ابشر بال 500 يا قلبي ترى نودي تعطف معك عجزت انت ابو مانكي افكه فكه افكه مانكي ابني ابني ابشر بعز تمام ما ادري والله انه كان مايك طيب وكان يطلع له صوت غالي اربعة طيب اربعة عز 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 يلا 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 هلا هلا سلم عليه الله عزاك نصلي صلاة الميت طيب ايش اعزيك عزيك اخر اخر يا اخوي سلم عليه مايك وخرب الله عزاك عظم الله اجرك الله يغفر له ويرحمه ويسكن نفسي لا كذا عظم الله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله كان يشتغل زين كان يقول شعر وثق ان هالشيء هذا ان شاء الله خير لكم وان شاء الله انه بالجنة لا حول ولا قوة الا بالله والله عاد استعن اقول له حد يشوفنا ما عارفين وين ما تجي انت تعزي بس 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 تنو اشتغل لا 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 مات مات ما اخر نبضه لا 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 خلي سوي له سي بي ار لا سوي سوي سي بي ارات عيا يشتغل خلوه 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 لا حول ولا قوه الا بالله يمكن يشتغل اصبر 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 تكفى تكفى انا نسيت اصبر عين ايوه عطوا كهرب عطوا كهرب بس 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 أشهد أن لا إله إلا الله شكله مات 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 بس 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 في نبض بس 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 طاح لا 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 ان شاء الله يا ويلك يا ويلك يا إدارة جبنا لكم واحد يا إدارة جبنا لكم واحد يا منيف يا ويلك من الخصم يا منيف خلوا الخصم ايش اسمه ايش اسمه حق الصوتيات؟ البلا من ابو كات منيب منيب يا منيب اقول انا عبد الله بن دفنه سالته انا قلت تخاف انت من الفشل ولا تخاف من الهزيم او ما تبي قال الهزيم مو بالفشل ففي ترى بعض في بعض الشخصيات ترى يخاف من ما يحب ينهزم
وانا ترى انا ابي الطبع ذا والله وانا حتى انا بقول احيانا اقول شيء احيانا اترك هالشيء لاني ادري اني يعني ما راح انهزم فما ادخل بقول لكم تجربة بقول لكم تجربه شخصيه الربع اسلم والله بديت اهتم بالمايك يا قصه بالله العظيم يا الربع قصه ايه شي تجربه شخصيه انا عايشها ها؟ والله العظيم اني عايش بيئه فتره طويله كلها محطمه ما في احد يشجعني يقول يا راشد انت ممثل وانت 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 اصدمكم حاجه والله ها نطلب لا احسن ما توهق انا يا كابتن شرح لي يا شيخ حلو والله ما عرفت ترى طب شكله هذا عماني شغال هذا كوش مسكات بالدنيا عبد المجيد انت معانا بالدراما ايش اطلع فكره شراب الطلعسني جد والله صار البارح جازي ليش هذا كويس والله غلط ماشي كبده غلط ما في كبده وش المطعم الفاسد خلاص الكبده وش المطعم الفاسد والله طيب الواحد والله راسي والله مشكلة يا ابو عماني والله ما اقدر اكتب ابتسامتي ما اقدر اكتبها طيب ايش فيك والله غلط لفت عشي والله ما خلاك تدخل الا نجاح المطعم اسمع حتى ان العرب تدري ايش يقولون كانوا يقولون سعد سعود ما ودنا نرد على حكم الشام 40 سنه للعلم حكم الشام 40 سنه ما استوت فتنه في عهده ولا فتنه استوت في عهده الله من العقل عندك قالوا له كيف تحكم الناس بدون فتنه وبدون مشاكل العالم تدور في كل مكان فتنه الا عندك قال والله لو بيني وبين الناس أشعره لا انقطعت قال انسحبوها أخيتها وانشد أرخوها شديتها يا الله يا الله يعني يقول سايس الناس وهو أول من سوى سفن في عهد الإسلام تدري ولا لا الجيش أسطول البحر أي الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله وش قال وش دعاله دعوة واجد كلام الرسول دعاله بس يات حرمة عيوز كبيرة وش اسمه الوحي كاتب الوحي معاوية لا خان المسلمين عليكم السلام في عهد في عهد معاوية يوم بدأ يوم بدأ يجهز السفن والحرب جاءت عيوز لمعاوية قالت طلبتك أنت دعني أركب هذه السفينة قال لها حرب وش دخلش هي بنت منحان قال هذه حرب وش دخلش يلا هذه السفن حقت الحرب قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الجيش اللي بقى كل من ركب على السفينه اللي في وصف الجيش يعني انهم بيدخلون الجنه واريد ادخل الجنه ولا السفن ما اريدها من جد ترى المره الوحيده الشهيده في الاسلام اللي على بحر راحت مع اسطول هي حرام بنت ملحان اسمها راحت مع اسطول البحر عشان دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل عليها واخبرها بالحديث ان هذا الجيش اخير من جيوش امتي وكذا افضل جيش في كان يثنانه وكان اسطول بحري اول اسطول في البحر ايوه في عهد معاويه بن سفيان معاويه ترى داهيه من دهات العرب داهيه تدري ايش يقولون العرب عنه؟ يقولون دهات العرب اربعه ثم قالوا في كبيرها زي معاويه بن ابي سفيان وثم ذكروا في اثقلها ظن عمرو بن العاص وزياد بن ابيه وصنفوا في كذا تصنيف المهم انهم وضعوا معاويه في كبيرها يقولون على فكره بس اليوم ما ودي اني اخطم على سعود ولا ترى ما هو عمرو بن العاص اللي قال معاوي ترى عكس ولا وش قال معاويه؟ قال انا الناس يتنقلون من الادهى بيننا ثم قال
ادنوا مني يلا جيناك. قال ادنوا مني ودنا من عمرو بن العاص. قال لماذا تدنوا مني ولا احد هنا؟ انا اسكت. يقول إيه لا يقول لا يقول ادنوا مني ساخبرك بسر. عمرو بن العاص ما عنده فطان، انقصت فطانته وقرر. قال لماذا تدنوا وليس عندنا احد؟ لو انه فطين وش بيقول؟ بيقول ليش ادنوا منك؟ ما في احد، تكلم عادي ما حد يسمعنا. فهمت؟ هو كان بيجيبها من لفته بشوف ذا، مع ان عمرو بن العاص داهي. كانوا مرسلين هالعرب للحبشة ليش؟ عشان يقنع النجاشي انه ما يستقبل المسلمين. أيوة. من دواء ترى. لكن القران سبحان الله هدمه. القران هدمه؟ ايه القران غلبه. أيوة. ما غلبه الا القران. أيوة. عمرو بن العاص. زين كرا هذا وانا جيت حنا بس في التاريخيه بس زمان على العشاء. وانا ابغى اتعشى معك. خام خام خانوا احنا اربعه روح من على حسابكم الدخله والله. اي والله على حسابنا. عفا عليك عفا عليك والله العظيم. وانا عندنا ذبيح لا ذبحنيها والله انك تستاهل والله العظيم. عشتم والله ساس راسي. لا يشوش راسك ولا شيء مالك الا بيض. بيض جبنا ضيفه اليوم ايش تسوي؟ بتعشى معنا لازم. لو عاد انا كنافه. شي كنافه جيب جيب خمسه جيب شيء. مرحبا راضي يا مرحبا. عطنا على قرص اليوم. كيف حالك؟ خبز خبز طيب يا مرحبا. عطنا خبز. شلونك؟ وين الناس؟ والله اول ما يطلعنا البلاد وجيت رحت راتب والله قسم بالله. ايش دراك؟ بشفتك الحمد لله خير. ما تدري ايش سولفنا اليوم بايخه. لا والله وانا نزود صح؟ ايش رايكم؟ قرب 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 بالعكس خطينا الرجال زدنا بالله. يا راضي راضي اجلس 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 راضي بالله يزود باللي حط علي قدام المطعم. انا اقوم عنك يعني انا احسب هذا يا قلبي. قرب قرب عطنا خبز. ايه يا مفلح مفلح ماشي خبز راضي. قابلت الوالده. ايه الحمد لله. سلم عليك والله. صيحني والله. سلم عليك انت خصوصا يعني. سلمني على رئيس البلديه. ما شاء الله. ها انت فايز اليوم خلاص. حق الباري. ها كم خصم عليك؟ كم سؤال ممكن سؤال؟ ليش تروح لهم وتقول لهم انه طاح في الماء؟ يمني شمسه شوي يمني في قلبي. يمني في الا الكوايه يمني فانا طالبك لا تشرح على الذيب. والله يمني فيني غصب علي. تكفى سامحني. تبغى تمي السمسم؟ تعال بالله تعال كل معنا. والله بشرك. شم 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 لا ابو منفي تعال. كم كم خبز كنافه كنافه حبيبي كنافه. والله عطنا كنافه. عادي عادي يا ابن الحلال اجلس بس. راضي ضيفنا اليوم الله يسلمكم. وابو الحساب عطنا خبز خبز. كل واحد زعري كم لا مسك سمح 10 10 شكرا. تكره مو بسكتك بس اقول ثلاث ضحى عندنا زود شويه كنافه. حبيبي خبز تسلم الله يا الغالي. خبز ترى ما في مره. هو جاب خبز خلاص. انت جبت انت جيب توت مجفف. مجفف فيه العافيه الربع. والله اكلت التوت داخل كان في البحرين. توت المجفف اي لكن يا الله ما تحصله اي مكان. كنافه شيء كيلو يمكن 100 ريال. ايش 100 ريال؟ ربع كيلو يمكن 100 ريال. هذا مرحبا بك. يلا الله يهنيك يا حبيبي. الساعة مباركة. الساعة 12 الا ربع. تبارك فيك. البارحة ترى بعد قصة وين؟ ما تروح هناك تشوف نار؟ بالله عجبتك؟ والله رهيبة. مرحبا بك والله انك شرفت ونورت. لكن يا الغالي ترى احيانا ما هو لله. احيانا ما هو لله. نبيع له تويتر. خلاص خلاص جيب واحد. نبيع له تويتر تكفى يا رب. ما هو بالله ترى. اول شيء بيض الله وجهك يا عبد الرحمن. بدفنا انكم جبتوا هالرجال الطيب. الله يبارك فيك. واعذرنا على القصور. والله شوف وهذا خير من رب العالمين. شوف اني اعذركم هذه بعدها لازم غدا بكره تعويض. ابشر ابشر بنص تميس سكر. عندك نص تستاهل الطيب. عندك وصل. لا والله انا عندك. هذا وصل وصل. ها عندك ولا لا؟ عطنا خبز. اقول كل هذا وبكره ادفع. والله يسوون لا عشناه وطلع الرجال. انا وجهي بالحيل. انا ما عشوني ولا ردوني. من اول يوم دفعت. اذا انت على بالك انك مثل راضي. تب طيب عندنا. ما عليك. كلمه تبطي اعتبر انك زيي. ما عليك تبطي يعني مستعير انت خويي اعتمد على كل حال.
عيب يعني. زين يلا بقسمته. عيب تقول جيب من دفنه يبقى. مرحبا. تقول مثل مقدارها انت. شكرا. 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 الله. الله. قل له يجيب بيض بيض. ما في بيض. نفلح افشل مطعم. الله اني حوسك. تانك بلوى عليه حتى طعامي. استغفر الله العظيم. ولد انت ما عندك؟ لا. الله ينور ايامك. وكاس. عندك اليوم يوم نزلت الفندق جلست تحت وكاس. وانزل تحت اطالع الا وجه الضيف. وين رحتوا؟ وين الكنافه؟ يا عوافي. خبرت راض ان حي. خبرت راض ان رحمناه وحييناه. الله يحييك وجميع. لبيت. البارحة انت عشيت؟ اي نعم. من انا وانت منيب ومن؟ وسالم الخنفر يمكن صح؟ انا وانت منيب وسالم صح؟ انا وانت وسالم انا وانت وسالم بس بس اربعة. مسجل هذا مسجل؟ لا مسجل 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 والله. هذا وش؟ هذا مسجل لنا منيب. انا مسجل. لا ما دفعت سجلته تسجيل. هذا هو اللي مصقع. شكرا حبيبي. الله يغنيك يا نورين. والله انه الرجال اجودي وطيب وجزل ابيض. سبع سبع. باقي واحد. واحد بس. تسعة. ام سبعة صالح. خذ هذا. لا لا خلنا على انا بيجيب لي. بيجيب لي ابن الحلال. انا ما اكل كثير والله. طيب انا اكل كثير. ترى ذي ببلي والله لو اني وش خلنا اكل وين. الله انا تعشيت عشان. يورها ورا البراتة. بس خلاص 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 على بلاش على حساب رأي والله بواش لو أحد بغى يشارك ما في أكل. لا إله إلا الله كيف يورها حبيبي. عبد العزيز عبد العزيز عز الزايد على فكرة اليوم أبو عبد الرحمن بريالين. لا 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 كابتن وبيوم حلال آخر يوم ها؟ اليوم بكره غدا بكم؟ لازم نسوي ديسكون قوي بكره. ديسكون؟ ديسكون ايش؟ ديسكون لازم خصم ديسكون. ديسكون ما سمعت يا دو لا ضبطها لا العربيه ولا الانجليزيه. هو اصلا ما ضبط شيء اصلا. لا انت من بهيمس اللغه. لا رخص رخص لانك عشان تفوز والعميه حتحسن ابوها بكره. يا والله اليوم قال يا ولد اسمع اليوم قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم. سب بغيت اعيد المرققه اللي جايبه ما قدرت. من انا؟ نعم ما شاء الله. تمام عنده ضربات يا غالي. يودنا بخميعه. 7 7 ما هو 7 وش اسمه؟ ما مبلح 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 يا مبلح فيه خميعه صح؟ خميعه يا مبلح يا مبلح يا جماعه انا رجال ما راح باكل مطعمكم. المبلغ اشترى سندوتش حاسبت الرجال. طيب جاني وانا جالس برا قال لي انت ماخذ السندوتش وليه تاخذ سندوتش وانت ما حاسبت وطلعني للصف. مش قال عم مبلح الطرطور. لا لا رجال دافع شاري له 5 خبزه واحده. والله رجعت الثانيه لاني خايف ترمي. وين الثالوله؟ رجعت انا لمنير. يا مبلح يا واحد مبلح انا سجلني كلامي مو صدق يا مبلح. طيب ايش قال عم مبلح يا طيب. انا والله ما ودي اقول لك بس انا قلت له حبيبي انا حاسبت مبلح ورحت غيرت ملابس وجيت اخذ سندوتشي جاهز. قال لي مبلح طرطور والله العظيم ما اقولها. مبلح انا خلاص مبلح وقف انا ماني صادق. خالد الحمد كان واقف. خلها لحظه خلني بتفاهم معه دقيقه. لا لا دقيقه بس دقيقه. انت عارف ان مقامك عندي بس في ناس تدخلت عيب عليك. ايش قلت له؟ قلت مدير المطعم من؟ مفلح. نعم. فالمشاكل تصير بالمطعم هو اللي مسؤول عنها. ايوه هذا اللي قلنا له. الرجال ايش سوى لكم؟ لا انا ما سوي شيء انا ماني دخل انا بس هذا ترى. انا برجع انا بحاسبه سرقا. خايف انا بقول لك شيء يا مفلح. بالله انا اللي اقوله؟ يا مفلح. والله قال. طيب انت ليش تحرش انت الحين؟ ها؟ انت لاني اقول انا سارق وانت طرطور. لا قلت مفلح ما حد له دخل بي. يعني يجي واحد يتدخل عيب عليه. انت كم سندويش اخذت؟ واحد. لولا وين؟ لا هو صبر صبر يا عمر شوف شركاء. صبر انا. عرفته؟ يا وجيت هنا ماني قادر افتح عيوني طالع كذا فبربت.
كل ما سال هم تخميت الرصيف. هم بالي ولا قلبي. هذا ولد الشاعر جنبك. يا لوم اللي ايش دراك اني بسوي؟ ليش؟ ايش دراك اني انا رميت؟ والله اني كنت بقولها قبلك. من يا لوم اللي ما فارق له لي في تنهت كل ما طار ونباح يلتهي والقلب في عرقه نزيف كل ما طر روح عود بلا انشخل حاله وحاله نحيف والليالي سود ما تروي ضماه كل يوم يقول سترك يا لطيف يشتكي قلبه وبتهنها كل ما صل هم تخميت الرصيف قال هماني خذ قلبي معاه من يلوم اللي مفارق له ولي في تنهد كل ما طار ونباح ينتهي والقلب في عرقه نزيف قهرني اليوم قهرني ليش سوى ما اخذ فروه مسوي فيها بسوي مقلب شفت الدائره هذي حقت الزرع جيته متكي عنده وداخل مع عمر جو ما ادري ايش كان مسوي لك ارتحت العمر اصلا كل كوب ها ارتحت العمر كلامه ليه حسيت لا حسيت فيه لخبطه يمكن ارتحت في البدايه بعدين ايه اول شيء تكلم بسرعه صرت كلامه بعدين قال حسيت انه ينتظر شوي حتى ناظر كذا قلت انت شخصيتك انت جديده وش تجيد الشخصيه لعب كورة ايش تبي انت اي شخصية جديدة وش تجيد شخصية اي خزي كابوي قال وش تجيد انت شخصية ايش تبي قلت اي شيء وش السيناريو عطني اياه قال لي شوف انت ناظر كذا اي ناظر كذا شوف احنا جيت معنا بندر وصالح ومن بعد شوف مازين اسمي صالح من بعد يزي كلام المهم يا طويل العمر جيت انا منه متحمس وحط الفروه وامشي كذا جيت خلاص الرجال قاعد عرفت يسولف مع عمره ملتفت كذا يعني بيشوفني اول ما جاي يشوفني انا سويت نفسي شجره قعدت بعدين جيت عنده وسويت ما ولا تحرك بس شكلي انا ما صدت العرق حق ذاك اللي حق انا بسوي حركه بس اصبر ابي مقلب العيال بس اصبر انت مقلب هلا شد حيلك لا انا كذا ابغى اسوي مقلب جامد اختار شخصيه ما تزعل نفس الطيرش قلب ابيض نفس اسنان دوس سويت ابيض انا بسوي مقلب بسوي مقلب لا. وايد بسوي مقلب فايد وايد ترى هذا وضعيته من دفنه الحين حرب يعني صدق والله سال الطيرش درحم طير احس انه يزعل بس بيت. لا درحم طير لا بسام لا بسام تسوي مقلب يرد 10 ينشب لك في المقلب حتى انا قد سويت مقلب ايه ترى قد سويت مقلب ما زلت مساعد لا مساعد مساعد اصلا بيقهرك مهم ما في ردة فعل اي بعد ما تسوي المقلب في مساعد بيطالع فيك زي كذا ايش بيقول لك؟ بالنص هذا طالع فيك يعني نضحك انا عمر تكفى كل تعال يا صالح بالله من يلوم اللي ما فارق له وليل في تنهد كل ما طار ونباح يلتهي والقلب في عرقه نزيف كل ما طره عواد مهله انشخ الحاله وهو حاله نحيف والليالي سود ما تروي ضماه اسمع والله شوف اكثر شخص يقهرك لو قلت سالفه مساعد ما يعطيك ردة فعل بعد ما تغلق ها نضحك يعني ولا ايش؟ ودك تقول له لا يرحم امك لا ليتك ما سولفت لحظة خلاص سكر البث ايش؟ سكر الحين سكرت البث بس تبغى تاكد انه مسكر؟ ايه لا بالله يتسكر كذا البث؟ دقيقة يا اخي المفروض والله حرام طفي المايك حقك يا فارس اقسم بالله حرام ان نداوم 12 ساعة المفروض نداوم 8 ساعات ويعطونا بريك تايم بريك تايم مو بريك والله المفروض يعطونا اوفر تايم اي اوفر تايم ساعه برا بس ناخذ لفه في الشارع ابغى اشوف زفلت والله ابغى اشوف زفلت طفشت ما اشوف الا وايل ابغى غير وايل ابغى اشوف زفلت حقيقي راح اذن وتشوف يا عمي 12 ساعه والله حرام والله المفروض ساعه ايش اسمه ام ذا الساعه ايش؟ ساعه ايش؟ ها؟ ساعه هذا ايش؟ بريك ما ادري ايش اسمه بريك اوفر تايم اوفر تايم اوفر تايم يعني الوقت زايد وقت زياده تبغى تداوم زياده 12 ساعه تبث اقسم بالله تتعب
وانت تسولف يا اخي شوف تخيل انك على البريسكوب 12 ساعه وتروح المصيبه بعد 12 بالليل تجي السوالف الزينه ما ادري ليش طيب بطلعك الحين وين تروح بس باخذ لفه بالزبلت ما معطينك سياره ابغى اشم ريحه زبلت والله ابغى اشم ريحه شرط يكون جديد ايوه اشم ريحه زبلت وارجع ابغى اشوف سيارات ما ادري تغيرت علي حتى السيارات عين الله ترى لا لا ما هو عطنا القمر والنجوم تمشي وراك يا معريس عين الله تراك القمر والنجوم تمشي وراك داولي داولي يا الله ما نسيت خلاص يا اخي فيني ودي احضر عرس ودك ايش حضر زواج ودي احضر زواج وفي شكشك الصدق كذا العب خلص البث اعطيها مشيت عبد الله من دفنه خلص البث ولا لا ما ادري ما خلص والله نص ساعه الحين ودي احضر ودي احضر زواج وفي العب اكسر عاض مساء تا 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 صار تا 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 بجيك بجيك والله بخلص يا رب بجيك والله ودي احضر صدق زواج وفي كذا تنكس هلا 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 شلون والله صدق اقسم بالله زواجات ابغى زواج كذا في دق عرفت حتى لو انه حق الدواس هذا يقول له ابغى زار والله يطقون حق الدواس ايش قد مره حضرت زواج ما ادري فيه ما ادري ايش اللعب ذا والزبده واحد جه زار جنبي حرام كان هلا اللي فيه الزار مو هو انا اللي منخرش انا اللي يصيح وانا اللي انا اللي يصيح مو هو العرس صارت مسكره فيك شيء يقول لا لا ادري طالع مو بنا فاضي تلك توابه قدامك يا ولد اسمع البث غلق والله ما ادري يا رجال الكاميرا ذي لافه علي ايه وهناك واحده لافه هذه لافه ولد الكاميرات علينا والله اني صادق غلق البث ولا لا انا عندي 12 و5 دقائق 12 و3 دقائق الحين نبغى يا اخي والله العظيم كل ما اجي اقول شيء يقولون تسوي احاءات ابى اتخرج من كلمه احاءات اسمع اسمع يلا 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 زد رصيدك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله صباحكم او مساءكم بكل خير في حلقه جديده متجدده باذن الواحد لحد من برنامج كلام اليوم في يوم رصيدي متميز باذن الواحد لحد ومرحبا لي مليون فيكم اعزائي المشاهدين في المتسابقين في اخواني الضيوف هنا علي الغامدي يا هلا وسهلا والف لا باس الحمد لله على سلامتك رغم التعب جيت يا ابو غامدي الله يسلمك ان شاء الله من كل شر واشتقنا لكم ووحشتونا رغم انه كان الناس متهنين امس بغيابك هنا من الضيوف ما اتوقع يا شيخ ما اتوقع يا فرحه ما تمت ما اتوقع يا شيخ اذا حضرت معي كفرت الشياطين حلو تمام ابو فزاع يا هلا وسهلا يا هلا والله انا احب اقول لاخوي علي مليون مبروك وصول حساب قناه بدايه مليون متابع استاهلوا هذا اقل شيء لقناه بدايه هو اتمنى لنا ان شاء الله التوفيق والتقدم والعلو في المتابعين اللهم صراحه اليوم ما ننسى النقطه نبارك للجمهور ونبارك للاداره ولنا جميعا وصلنا الى مليون متابع في حساب تويتر اللهم لك الحمد مليون محب ومتابع هاني العنز يا ابو شوق اهلا وسهلا هلا والله مسيت بالخير يا بعدي هلا والله فرحه ناقصه بس ليش ما تمت ودي كم مليون في انستغرام ومليون في بيوصل ان شاء الله مليون في اليوتيوب جمهور عظيم وجبار لكن احيانا تستغرب بعض الناس يعني جماهير الانديه يرون ان من الولاء للنادي انك تتابع حسابه تزيد متابعين ان هذا يفرق في دخل المنافسه حتى منافسه فايضا جماهير القناه السنه الماضيه سويت تحدي وما حد انه نوصل مليون متابع السنه الماضيه ولا وكسبت التحدي والسنه دي ننتظر ان شاء الله يا رب يا رب انا متفائل انه السنه دي حنقفل مليون في تويتر قفلنا مليون في انستغرام واظن ايضا نوصل المليون في انستغرام قريب ان شاء الله باذن الواحد لحد طيب ببدا منك يا علي بما انك على يميني كيف تشوف اليوم بشكل عام انا اقول اليوم جميل بوجود ابو غربي بدا ابو غربي بدايه سفرته كانت اليوم سعود بدات الجمعه بدايه الجمعه اليوم مع اخوي سعود في فقره لمة الجمعه وكانت الفقره جميله لطيفه بسوالف الجميله وحضور الرائع وحضور الثقيل على الهواء ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله احنا كنا نسميه في خمسه الحكاوات حقكم جميل فكان مجموعه شاي ما شاء الله ديزاين شاي شباب بس الماكينه شاي ما شاء الله فالرجل ما شاء الله تبارك الله مليء بالحكايات والقصص والاشياء الجميله اذكر حتى ايام وقتكم كان يعطيني
قصص الصحابة وقصص الأنبياء بأسلوب بسيط جدا حتى كبار السن يفهمون. فكانت لمة جمعة جدا جميلة فكرة هالفقرة ووجود أبو غربي. ما شاء الله حتى سعود أيامنا كان يجيب أسماء صحابة جدد إحنا ما نعرفهم أو ما قرأنا عنهم في التاريخ. ما شاء الله تبارك الله بينزل أسماء من عنده. لا إله إلا الله. الله يقويك أبو غربي. أبو فزاع نظرتك اليوم بشكل عام. بشكل عام باخذ جزئيه من اليوم بس ونكمل الجزئيه. ان الشباب صار عندهم فقره ثقافيه وادبيه بين عبد الرحمن مطيري وبين عبد الله بن دفنة وبين محمد عثمان امس. يعني صارت زي الادمان لدرجه اليوم اكلنا 5 دقائق من برنامجنا من المتعه. يعني زاد الوقت يعني. كانت على نهايه البث ابو فزاع. اي كانت على نهايه البث فاخذوا 5 دقائق. دل ان الشباب برافو يعني ماشيين في خط جدا جميل. وبندخل ترى نكمل امور كثيره امس كمل باذن الواحد لحد ابو شوق. والله يا حبيب اخوه اذا كان ابو غربي الموسم الماضي قال اسماء صحابه ما تذكرهم او ما تعرفهم ما طلعت عليهم فعلا. اليوم في واحد يقول الثاني بنتكلم عن سلمان الفارسي. قال من هو سلمان الفارسي؟ مو بعرف سلمان الفارسي مثلا. فضروري ان احد يتكلم عن الصحابه ويجيب سيرهم. عجبتني اليوم مبادره عمر ملحم انه راح نخصص كل سبت قبل المغرب او قبل العشاء بعشر دقائق نتكلم عن صحابي وتصير فيها تدوير. جميل. كان في نقاشات عقلانيه اليوم جميله بنطرق لها بعد شوي. يا اخي في ناس انا ما ادري وش اللي حركهم صراحه. هل النقد اللي جاء هنا؟ هل الاحتكاك؟ لكن جميل انه كل فتره يطلع لنا نجم ويتحرك نجم. في الأخير يعني تضيع لؤلؤاتهم كلهم إن شاء الله من مصلحة البرنامج بإذن الواحد لحد. طيب نروح للتقرير الأول اليوم نرجع نناقش عنه إن شاء الله. تقرير راجعين لا تروحون بعيد. يا صاحبي اقلط قدوعه فناجيل وبليت يا قلبي ويا لا يا لا لا لولا المعزة ما كتابنا الرسائل. اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلمي احنف في ذكاء في ذكاء اياس. ويحك يا زياد اتغضب رجل تغضب من أجل يغضب من أجل 70,000 رجل من بني تميم لا يسألونه بما يغضب. حتى لو التصرف صحيح شرعا ودينا وخلقا وكل شيء لكن هو مجاله لكن يعود عليك بسلبيات أنت بغنى عنها. ما كان لي أبي عبد الله إلا أن يمشي أميرا. أنا آدمي لو أكلت كبسة قالوا عندي أضرب مجبر عليهم أراعيهم أجلس معهم أسألهم معهم بس ما أقربها. صدقني مهما بلغت من الحنكة والحكمة والذكاء والحظ الطيب وغيره في ناس لهم فضل كبير عليك. ويا لا يا لا لا متباعدين وبيننا ما يجي مين. زيد 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 تدرى صيدك زيد 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 تدرى صيدك يلا 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 تدرى صيدك يلا يلا يلا. يا مرحبا لي مليون رجعنا لكم مره ثانيه. شفنا لمة الجمعة ما شاء الله تبارك الله هي التقرير الاول معنا يعني تفاعل غير طبيعي حتى وما كان تفاعل بالكلام تفاعل بالشكل اللي راشد يوم يتكلم ما شاء الله مفلح وراه معطي وضعية الصقر جالس ويقنص المعلومات عشان يشارك. ابو فزاع كيف شفت لمة الجمعة؟ على اسمها لمة الجمعة الله يهديك زياد على اسمها لمة الجمعة والناس مجتمعة وملتمة. سعود غربي يعني اتذكر خروجه من البرنامج كان جدا مؤلم. أكثر هنا اكثر شخص جانا قبل سبحان الله كنا سعود غربي جانا كنا نقول يا سعود حافظ على الرصيد عشان ما تطلع تدخل برايم. جانا زعلان قال فلوسي ما لكم شغل فيها. فكنا من الشخصيات اللي والله ابكانا خروجه. مو هو العالم كلها تاثرت بخروج سعود غربي. يستاهل الفقره والجمهور يستاهل هذه الوجبه الدسمه بعد صلاه الجمعه. لفت نظري كلمتين واحدة لسعود ولمحمد الذهلي. كلمة سعود انه قال يا جماعة الخير ثروتي كونت لي ثروة ورزق وكان الدور للقناة. هنا فيها رسالتين. الرسالة الأولى اشتغل وبيجيك الرزق. الرسالة الثانية الوفاء. عدم نسينا الجميل الوفاء. الأمر الثاني محمد الذهلي قال لا تنسى كل شخص يعني قدم لك شيء. أنا أقول هذه برضو رسائل من الشباب أتمنى هي الآن نطقت وأتمنى أنها تطبق فعلا.
عند خروجك انت من هالقناه ولا واي شخص كان له دور من والديك الى اصحابك انك توفي لهم، الله يرتفع اسمك وبتزيد اسهمك، فلا تنسى كل من تجمل عليك بدايه من القناه وكل من كان له دور. طيب علي، فقره لما الجمعه، لما شفت التقرير ذكرت حاجه، اتوقع اذا ما خاب ظني انه المقدم والفقره الوحيده اللي استقبلوه الشباب كلهم ودعوه كلهم، كيف يعني؟ زرفتها ما زرفتها؟ انا كاني قلت الكلمه دي قبل شيء تحت الهواء. لا اعطتك اياها حقوق الافكار. ايش من قال لك تكشف اوراقك؟ يا جماعه ترى مو اول مره احب اسرق الجوك، دائما الرجال يسرق مني تحت الهواء يسولف يسرق. طيب اثبت انها كانت لك قبل الهواء. شاهدين يقصون. انا ما شاهدت يا رجل. الله اكبر. وش يعني عشانكم الجنوب يعني؟ انا اقول طيب وزعها وين الشباب؟ حتى لو تلاحظ الشباب ملفات عندك ما تبين، لو لاحظ الشباب اليوم اليوم متفاعلين يقول كلام جميل، ودعوه وما ودعوه تفاعلهم جدا جميل، حتى تقريبا كل الشباب شاركوا وكانوا متواجدين، ومنهم الذهلي راشد مفلح بالصوره لا بالكلام ما شاء الله تبارك الله، المطيري، اغلب الشباب يمكن تقريبا ما حصلهم كلهم، لكن الفقره جدا جميله وممتعه وتكون من اجمل الفقرات، لانه فعلا يوم الجمعه اغلب العوائل تكون مجتمعه على وجبه غداء، سواء الاباء الابناء اجتماع عوائل اجتماع حتى الموظفين اجازات اغلب العوائل تكون مجتمعه في هالوقت، ففكره هالفقره جدا جميله واضفى عليها ابو غدا. والله يا عيني ما عرفت ابو شوق خلصت كلامك؟ يوم جاي يتكلم عن المطبخ قال افضل فقره الناس تكون راجعه من الدوام والناس كلها تتابع، يوم جاي يتكلم عن جلسه العصر قال الناس تكون قيلت وموجوده كل الناس، الحين الجمعه هذه الجمعه بلس يا علي يا علي المطبخ افضل، هذه افضل بلس علي تكلم بعد يا علي اسلم يا ابو شوق. كيف شفت اليوم؟ كيف جيت ابو غربي حبيب القلب؟ اول شيء في معلومه مره اسلم ابو غربي يقول اليوم انا ما حميت على الجوال تكفى الصوت المخرج، يلا المخرج يبيني يا سامي تفضل اسلم يا ابو شوق. رياليتي وعشان نفهم بس واقعيه ها اسلم سده حق طيب الشباب. ابو غربي اليوم كلمته انا بعد اللمة وتناقش، طبعا في قصه قال اولها بس ما كملها، قصه عباس يوم كان ياخذ الجوالات تذكر القصه؟ الله الله قال اولها بس ما كملها، اتمنى انه يكملها الاسبوع الجاي. هذه رساله لابو غربي، قصه مضحكه جدا. شو اسمه ابو غربي؟ قصه نجاح بدات من برنامج الى خلطة الغربي اللي يبيع منها كميات كبيرة، الله يرزق أبو غربي. وكلمة أبو غربي في ذكاء ركز على اللي ينفعه، يمكن ما كان متفاعل في تويتر وإنستغرام زي باقي الشباب، ولا في المهرجانات، ما حضر لمهرجان واحد من زد رصيدك وقرار منه هو. فالرجل كان عنده هدف مركز عليه اللي هو هدف التجارة، وهذا هدف مشروع وجميل ورائع والقرية تدرب كلها. النقاشات مثل ما قال علي، أنا ما أذكر يمكن الناس تصحح لي، انه في ضيف استقبلوه الشباب وودعوه الى باب القريه، حتى في بعض المتسابقين طلع مع سعود برا، وهذا دليل انه سعود رغم هدوءه الا انه استطاع ان ياخذ مكانه في القلوب. واتوقع الاسبوع الجاي بيسوي الهوايل. انا هي اول فقره صح، هي اول فقره اول جايه له. انا اقول من اول فقره صراحه لم القلوب على بعض سعود، اتمنى توفيق الفقره هذه ولا لا تمدحونه زياده ترى ما يستاهل. انت خلاصه؟ لا ما عليكم منه خلاص شكله. الله يوفقك يا ابو غربي. هذا يسمونه حسد الاقران. عشان كذا الفقهاء يقولون كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. اكبر خلاص حلو هذا اللي بعده يا شيخ. ابو غربي مبدع ما شاء الله، في تغريده تقول بصراحه الشباب ما يعرفون يستقبلون الضيف، تخيل الضيف بنص اللي قدام واللي ورا واللي على جنب نصيحه لهم، انا ضد هالتغريده، الشباب لو جاء واحد منهم استقبل قبيله كامله فيهم الخير والبركه وما قصروا، هذا من الانتقاد اللي ما اقبله انا في هذا الحلقه. لا يمكن تقصد، عفوا زين، يمكن تقصد انه لما يستقبلون واحد ما يراعون في كاميرات فيلتمون حوله، ما يبين يضيف من ما تبين رده فعله. لا هي تقصد منتشرين زي لعبه الشطرنج، تبغاهم يلتمون في طابور مقصف في الظاهر. لا مو ما ينفع كذا، انا ما ادري. طيب انت سلهاني لو سمحت، تبغاهم يعني نصف طابور واحد نسلم؟ لا ما طابور واحد بس يا جماعه، انت علي شاركت برنامج واقع لازم تراعين في كاميرا، فلازم تساعد المخرج معك. هذا صحيح، هذا صحيح، انا اوافق. طيب يمكن علي كم حضور الاخراج انت؟ ايش الاخراج؟ ايش فيه؟ اشتغلت في الاخراج، عرفت كيف الكاميرات؟ لا للاسف بس الذكي واقعيا يعرف الكاميرات وتواجدها. يقول شو الفرق بين الفوكس والباك فوكس من عبد المخرج؟ ايه وبين الزوم والدبليو ام؟ لا خلاص قول بعد الهواء، يقول بعد الهواء حشر علي، الله يستر مره حشر علي. انت تجاوب جد؟ بكيك
تجاوب بجد رجال ينكت يا اخي. لا لا انا اتكلم جد فعلا. بعض اللي فاهم وذكي في حضور برامج واقع يعرف كيف يتوجه ويعرف كيف يوقف في الساحه، حتى لو انه في نص ساحه، حتى لو ما في الا هو لحاله او في عشرة حوله. بعطيك لكن بعض الشباب زي ما قال هاني فعلا توزيع يكون سيء. بعطيك لقطه والناس ترجع لها في اليوتيوب. اسلم. سعود غربي لما طلع من الخيمه السنه الماضيه عشان الهديه اللي كانت له اللي هم عياله، حلو. كان في صندوق، حلو، فالمتسابقين جو بعده. الان الرجل فتح الصندوق لقى عياله، حلو، طيب، فالمطلوب وشو؟ خل يخمخم عياله على كيفه. 70 متسابق وراه كذا، ما شفنا رده فعل سعود غربي اللي بعد نص ساعه يمكن كلهم عليه كذا. فاقصد انه لما تشوف صاحبك في موقف جميل خليه. صالح الزهري ايضا، صالح الزهري استقبل صالح الزهري هدف. اسمح لي ادخل. بسم الله. اسلم فزاع. عجبني التبادل الثقافي بين عبد الرحمن المطيري وعبد الله وسعود، يعني صراحه انا اسمي عبد الرحمن واحد منهم يا عبد الرحمن ابن دفنه او اشتركون في اللقب ذا الموسوعه العربيه. عبد الله الراشدي. الموسوعه العربيه صراحه عندهم موسوعه، عندهم معلومات، عندهم طرح وسرد جدا جميل، يعني نفس اسلوب سعود غربي. سعود غربي شعبي وعربي، يعني ما شاء الله جامع وبرضه في التاريخ الاسلامي. الشباب ما شاء الله عليهم جدا متمكنين، يعني وجودهم في الخيمه ترى يدعم المقدم، ترى يعني يثرون الحوار ويتكلمون. فعجبتني هالشغلات من الشباب، المشاركه ومشاركه يعني بمصادر. يعني الله يعطيكم العافيه، اثرينا هالفقره وتستاهل المدح، وهم شيء طبقوه على ارض الواقع، يعني ما هم من عندنا هالمدح او ابتذال او تكلف. وفي الاخير سعود غربي والشباب ما شاء الله تبارك الله شالوا اللمه اليوم بعد الجمعه الى ذا العصر. نشوف التقرير الثاني عن مؤتمر الجمهور وراجعين لكم لا تروحون بعيد. نزف لكم البشرى، حساب بداية الرسمي على تويتر وصل إلى 1,000,000 محب. لا لا والله صدق صدق تراني اشتقت لهم، بس خلاص يعني وصلت مشاعرك. ما سمعت الوصية؟ حافظ على رصيدك وخليك على التميس. هذول هم اخوانك يا محمد وكلنا اخوانك، ايش تقول لهم هالرسالة هذه؟ اشتقت لكم. يا سلام. هذه من هي يا خالد؟ هالمشاعر هذه هي مشاعر الشوق والمحبة. هذه من يا خالد؟ هذه اختي. هذا اقسم بيات الله، يعني لو ودعت من اول ابراهيم تكفيني هالمقاطع اللي شفت. لا مستحيل اسويها. مجيد حرام عليك، ظلمت الرجال والله. هذه هي مشاعر الشوق والمحبة. هيا ارجعك والله. معكم مرة ثانية، شفنا هذه فقرة مؤتمر الجمهور بقيادة أخوي ناصر الحربي الله يوفقه. طبعا فيه كان في عتاب من شريحة كبيرة أنه محمد العثمان لم يعرض له تغريدة. أنتم أحيانا ترى في أشياء تحصل في الكواليس ما تدرون عنها يا الجمهور، أو يفقدكم الشيء أنكم ما تدرون إيش اللي صاير بالضبط. المخرج كان يقول ناصر ترى ما عاد في وقت، ما عرض إلا مقطع الفيديو لمحمد عثمان، ولا له تجاهلا ولا هو أنه ما يساوى بغيره. كل الشباب والله العظيم أنهم في عيوننا واحد، سواء إدارة أو مقدمين أو زملاء معي هنا نقاد لأجل الإيجابية في هذا البرنامج. وفيه كلام كثير يقال عن محمد عثمان، هذا واحد منها. محمد عثمان من الجمهور، محمد عثمان شخص جعلت من الحياة متفائلا مكافح للوصول إلى أهدافه، والآن يسير بالطريق الصحيح نحو أهدافه، فاستمر يا محمد. وكلام كثيرا قال عنك، أنت تستاهل وأخوانك الباقيين معك يستاهلون. علي كيف شفت مؤتمر الجمهور مع ناصر الحربي؟ فقرة جدا اليوم مؤثرة وجميلة، وأتوقع أن الشباب اليوم المشاعر تحدثت أكثر من الحروف والكلمات. نشوف لاحظنا في التقرير أغلب الشباب تخنقهم العبرة، ما لومكم ربما يعني الفترة هذه
يعني لو زاد البرنامج استمر اكثر واكثر واكثر بتكون دمعة على طرف خد على طول. لكن اقول معلش اصبروا وثابروا، هذا مكان باذن الله تطلعون من هنا تكون رافعين الراس رافعين اسماء اهليكم. المشاعر صراحه تختجل في هذا التقرير جدا جميله، والكل كانت تخنق العبره. الله يوفقكم ان شاء الله ويردكم لحالكم سالمين ان شاء الله. ابو فزاع، ما تشوف الاشتياق زايد وتورا في 12 يوم تقريبا و13 يوم؟ شفنا الدموع اليوم تحدث زي ما قال علي اكثر من الكلام. والله المحب لا تلومه يا زياد، يعني بالذات كان الحب يعني في مكانه الصحيح، يعني الاخت والام والاب والزوجه يعني لا تلوم. بعض الناس يعني مدمن مثلا يشوف امه كل يوم من الشباب، واللي مدمن يشوف ابوه كل يوم، واللي يشوف اخته، واللي ترى دخوله من المدرسه وخروجه من اب، وانا اقدر هالمشاعر ترى شيء عظيم ترى، حتى لو ما ذكر باللسان خلاص هو روتين تعودت عليه في روحك. لكن لو تسمح لي انا بتكلم عن قبل الموقف ذا، صلاه العصر صار فيها اكثر من شغله جميله، يعني بندر علي شفناها اليوم اذن، غير كذا عجبني محمد العثمان بتذكيره الشباب بصوره الكهف، وهنا هنا الصداقه الحقيقيه. ايضا خالد الميس الحمد لله ما شاء الله اليوم نتحرك اليوم. وفي نقطة لمحمد عثمان، أنا أتمنى أنت يا محمد عثمان قاعد الآن تبني قيمة جدا عظيمة، وأنت عارف اللي المشروع الكبير أنت قاعد تسويه، لكن الشيطان ترى يحب يخرب كل شيء، يحب يحزنك، يحب يفتح عينك وعين الناس. ترى ما قالوا لك أنت إنسان طبيعي، اللي يحصل عليك يحصل على غيرك طبيعي، لأن الأخطاء طبيعية والنسيان طبيعي. فيا محمد لا تجلس في موضوع قالوا لي ما قالوا لي، بالعكس انت بالعكس اذا اختي عليك فاذا دل انك تعامل معامله طبيعيه، وهذه انا ارى انك تتجاوزها، وانت نجم ومن اكثر الشخصيات اللي قاعد تقدم نفسها بشكل جميل محمد عثمان. الله يعطيك العافيه ابو فزاع، فعلا محمد يحمل رساله تفرق عن ال 24 ل 23 شخص اللي معك. كلنا على خير بس محمد نقول اول الطابور. اسلم يا ابو شوقي. شو اسمه انت الحين بتمر على الفقرات وبترجع الريالتي؟ برجع للرياليتي اذا طيب. عندك نقطه قبل لا تنساها اذا ما وثقتها. عندي نقاط بس اول شيء ناصر الحربي غير انه مقدم على الشاشه يحترم فقراته، انا اشوفه برضو في شغل الاعداد. طبعا هو معدل اليوم ولا اي ما معدل الحلقه اليوم، فيصل عنده اجازه. فيصل عنده اجازه، فاشكر ناصر الحربي صراحه على الجهد اللي يسويه، لان اظن يعد فقرات كثير منها البرايمات زد رصيدك. فعلا فعلا وتقديمه جدا مميز اليوم، ولا اتوقع انه راح يخرج على الهواء عشان ينقص من واحد ولا يزيد حقه واحد. هذا الكلام هي المقصد العداله، والخطا يصير تنسى تسقط شيء سهوا، مشكله فنيه تحصل. انا افرحني اليوم في التغريدات الرساله اللي جت صالح الزهيري تبشر انه ولده بخير. اللهم لك الحمد. جميل. اللهم لك. وايضا عوده راضي لما تكلم عنها ولما تكلم معه عن الموضوع ذا. من ضمن الاحداث اليوم ما نقدر نتغافلها عوده راضي. كانت عوده جميله للقريه، وان شاء الله راضي يكون اليوم والايام الجايه لا مرضي لنا، ولا هو راضي بنفسه ان شاء الله. ومن اللفتات الجميله اللي بدات من بدايه البرنامج ورساله جميله من الذهلي ما زال يستمر فيها حلقه العصر. اليوم صورة الكهف كان والجميل فيها تنوع يا ابو شوق، ما هم ملتزمين بوقت معين، يعني في الاخير الفقره قائمه على حسب ظروف اليوم. الفقره قائمه يوميا. مداخلات الشباب محمد مو بالمسيطر، لا محمد القائد اللي يوجه الجميع، هو يقرا والجميع يقرون، وفي ناس تشارك وتداخل وتفسر وتتكلم، تتكلم من دفنه، تتكلم مجموعه من الشباب على التفسير. اتمنى من محمد هذا اقتراح من الجمهور، انقله لمحمد انه مثلا اذا يبغى يصحح في جهه معينه في صفحه معينه انه يقرا هو والشباب يسمعون، ثم الجميع يرد هذا المقطع او ينتقل. احسن من موضوع اني امر على واحد واحد واصحح، لانه هذا بياخذ وقت وبياخذ جهد، وبتستحي احيانا تصحح بعض الاشياء لبعض الشباب. طيب تسمح لي هنا بتغريده يا هاني. مؤتمر الجمهور كل الرسائل اللي وصلت فيها ايجابيه ونقد ايجابي، يا ليت يكون في تنويع يا ناصر. والله يعني هذه رساله لاخواني المتسابقين اللي يشوفوني الان، يعني مؤتمر الجمهور قاعد يطلع تغريدات كلها ايجابيه لكم، هذا شريحه من الجمهور ما عجبها يبغون سلبيات ونقد. ان جينا للسلبيات ونقد نفس الجمهور يقول لا جيبوا الايجابيات. في الاخير انتم اللي تحكمون عقولكم عندما تطلعون من البرنامج ووسط البرنامج، انت من يملك نفسك، انت من يوجه
لا من يوجه. أبو فزاع ورضا الناس بالفعل في النهاية يعني غاية لا تدرك، والشكر لك والله العظيم يا ناصر على هالفقرة اللي فيها الدفعة إيجابية للشباب مهما كان فيه تقصير. لا تخاف ترى ناصر بيجي يوم يسلك. الطاقة الإيجابية تغلب على السلبية بإذن الواحد لحد. ناصر ما شاء الله متحرك في القرية وفي إدارتها وفي إدارة الفقرة، ومشرفنا أن يكون هو معي في إعداد الفقرة اليوم. أبو فزاع الناس تطلب باقي الشخصيات اللي ما ذكرتها أمس. نبدأ الحين ولا نخليها؟ توكل على الله، خلها بعدين ناخذ الديوانية إن شاء الله. طيب جميل، خلينا. هي جاهزة معك؟ جاهزة بس أعطيني دقيقتين. طيب اللي حضر الآن ولا يدري إيش بنتكلم فيها الآن، أبو فزاع أمس مر على أغلب الشباب وذكر إنه إيش قاعد يسوي في البرنامج، إيش إيجابياته في البرنامج. باقي شريحة كبيرة من الشباب ما استكملهم لعدم توفر الوقت البارح، في اليوم بيكملهم إن شاء الله. الشريحة المتبقية من الشباب. إيش أصلح ذا كان غايب بس؟ لا علي حتى وين غاب يشوف الحلقة أنا متأكد. طيب إحنا وقفنا أمس عند عبد المجيد. أمس وقفنا عند عبد المجيد. وقفنا عند عبد المجيد. أنا ودي أسمع من وقفنا عند فارس وايل. شفت أمس عن بعد. فارس وايل. طيب جميل. أبو فزاع. سمع. أنا أمس شفت عن بعد. فودي أشوف اليوم عن قرب. عن قرب. هذه. أمس وقفنا خلصنا 13-1 وتكلمنا عن فارس وايل مع بعض في الأخير. آخر اثنين. طيب سعد السبيعي. سعد السبيعي كان يعني دخوله اللجنة قالت دخوله لاحظت في دخوله في التصفيات صحيح، لكن قالت في دخولك شيء مسرحي إنه أعطيت الجمهور ظهرك، كان في رد داخل من الأمام، كان رده جميل. أنا شاعر وأتجيت هنا أتعلم فأعجبني رده. طبعا هو من الشخصيات الهادية والثقيلة، صار عنده شخصية جديدة بعد يوم أخذ الهامور، صار عنده شوية مرح يعني صار يسوي إفهات وشغلات كذا جميلة. والسلطة الكبار شيخ. وأمانة ما يناقش نقاش إلا ورده يكون مسكت باحترام طبعا، أو ما يناقش إيه، لأنه ما يتدخل فيما لا يعنيه، وإذا تكلم يسكت صراحة، يعني يعطي الإجابة الجميلة. حسنت. شغال على موهبته، قاعد يبرز نفسه بشغلة إني يعني دائم في كلامه في فخر وفي عزة وفي ذا، في تعرف الشاعر دائم الشعراء فيهم هالموضوع ذا، بدون ما ينتقص من حق أحد. جميل. عمره صغير لكن عقله كبير. عندي أبو غينا نقطة مهمة. أول شيء على قولتك يحترم نفسه، ما يضع نفسه في موقف مزري أبدا، فإن دخل نقاش دخل باحترام وخرج منه باحترام. النقطة المهمة بذكر سعد أنه له رسالة، أنه ينشر ثقافة الشعر ويدعم الشعراء. وأنا بعطيك مبادرة سعد، أنت ومنيف وفارس وبقية الشعراء اللي في البرنامج وبندفنا بعطيكم اقتراح، خلوا الشباب يعطونكم معنى وتنافسوا فيه. مسابق يعني؟ يعني كل يوم مثلا يجي مثلا زياد يقول أنا عندي معنى، مثل معنى أن الليل ستار والنهار فضاح مثلا. جميل. وأعطونا أبيات عنه وخلنا نشوف، خلوها شيء من الرياليتي. مساجل والمساجلات بعد. لا أقصد غير المساجلة اللي مباشرة، لا أي واحد عنده معنى جميل لكن مو بشاعر فخلي يعطيك. تفكيريا هو يسرد عليها أبيات. وهذه ترى في نقطة من باب تنمية الشعر وتنمية ودعم الشعراء وخلي الناس في تويتر تشتغل. طيب. في رمزية عند سعد، وعشان ما ودي أخذ الكلام عليه، رمزية عند سعد خطيرة وجميلة وفهمت خطأ. العصا اللي شايلها سعد هذه عصا أبوه رحمة الله عليه، غفر الله له، فهو شايل العصا لجل ما ينسى أبوه ولجل هذه رمزية، وكأنه يتابعه معاه في البرنامج رمزية الله يغفر له. فما هي شغلة أنه زي ما يقولون يوصفون يتميلح ولا يهايط ولا شيء، العصا معنى جميل يا أبوي أتذكر في كل استاهلي والله وذكرها في مشروعه. بعدين حتى مشروعه كان تبت يدك وشلون مدري ايش اباك البيت ما اذكر اللي دائما اللي شوها مساعد اللي شوها مساعد حمد الله يصلحه اي بمعنى كيف تجفع على باك. طيب اللي بعدهم ابو فزاع عشان الوقت تكفى. طيب الفوزان عبد المجيد الفوزان، يعني عبد المجيد الفوزان قلنا علي انت عندك تعليق على سعد؟ سعد انا اثنين عندي تعليق فيهم يمكن ما ذكرت لانه عندهم جانب الشعر. سعد ومنيف حببوني في الشعر في درسك ستة. سعد منيف عدت بعض الاشعار لهم الاثنين هذولي صراحه، يعني سعد على عين الراس وممتع جدا وراقي في شعره وأدبه. منيف أتوقع أن أغلب شعره بسبب مواقف وأحداث صارت له، ممتعين جدا قاعد يعرف جداً الواقع في شعره جدا جدا جدا. أتمنى أن يستمروا وأن يمتعونه أكثر. ترى في عتب على شاعر موجود لكن ما أظهر موهبته اللي هو فارس. فارس البشيري. فارس البشيري ترى مشروعه قال في شعر. فارس بيقول لك شيء؟ ايه وطلتي نورت شاشه فارس بداية. مسكني قبل يومين هنا كان يقول انا كل ورقه عندي سويت كذا، فتحت شويه وسكر، فتحت شويه وسكر، قلت ليش ما تفتح كله؟ افتح كله.
لا قدر الله، فلنفترض افتراضا جاك خصم الاسبوع الجاي اللي بعد جاك خصم، لا قدر الله وخرجت من اول براند، وش فادتك انك ما قدرت؟ وش فادتك انك فتحت ورقه وسكرتها؟ افتح ورقه كامله لي، انا ابي اشوفك، ابي اشوف كل اللي عندك من ابداع وامتاع، ما بقي الا اسبوع ونص توقع اسبوعين على ابراهيم القادم، ابراهيم الاول فحرام. طيب ابو فزاع ايش الوقت؟ طيب الفوزان عبد المجيد الفوزان هو شوف رجل اعلامي وسبقنا كلنا في الاعلام من يوم هو طفل صغير، كنا نتابعه وكان يطلع في برامج قناه المجد ومبدع ومسلسلات مبدع، الرجل قاعد يقسم حياته، بدا بالتقديم، تخيل هو بدا تقديم وبعدين اللي اعرفه انا بعدين بدا راح تمثيل وبعدين الان انشاد، الان اتوقع حياته برامج واقع اتوقع، وفي شغله لازم يفرق بين الواقع وبين الكاميرات والمسرح والشغلات دي كلها والدراما والتمثيل، الرجل الى الان قاعد يقدم نفسه، انا اشوفه اول اعلامي يقدر يتعايش مع برامج الواقع، اغلب الاعلاميين قاعد ما قدر يفرق بين الشغلتين، اخاف الشباب يزعلون مني، يمكن فلت مره اعصابه فلتت مره لكن نعذر فيها. انا كنت اتوقع ان عبد المجيد ما يوصل بصراحه، عشان كذا فزت ثقتك قلت له وش يذكرك محمد عبد الله حلو، فقال لي محمد عبد الله نجح بطريقته وعبد المجيد بينجح بطريقته، ما كنت اتوقع ان عبد المجيد بيتعايش مع الشباب لانه كان له وضع خاص في امام الكاميرات، الان الوضع تغير، كان عبد المجيد امام الكاميرا هو النجم الوحيد، الان لا معك 24 نجم وقدر يتعايش معها بذكاء. نزل طيب. نزل للشباب انا زيكم انا منكم وفيكم، انا خبرتي بين يديكم، واعجبني صراحه قاعد يعطي اصرار ترى في التسويق وفي الاعلان وفي كل 16. شيء. طيب ابو فزاع بعد اذنك معي بندر العلي ومحمد الذهلي من الكوفي شروم، تسمعوني يا شباب؟ بندر محمد صباح الخير يا شباب، محمد ذهلي شغل المايك تكفى يا ذهلي مايكك، وداخلين بدون مايكات، لا انتم كذا ما بينزل عليكم الوحي، انتم بجون تكلمونا لازم نسمع صوتكم احنا المشاهدين، نسين نسمع صوتكم انتم. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. كيف اموركم؟ طيبين الحمد لله. نسمع ما كنا بنشارك بس عاد كان بيها. لا والله انتم تحتوا ذا الغرفه. طيب شباب اللي بيطلعون قدام الكاميرا خلونا ناخذ محمد وبندر رجاء، شوفوا شرف اصلا معد لواحد لكن شرفونا اثنين. مفهومه وائل. وائل الله يعطيك العافيه يا حبيبي، فرش اسنانك يا بندر. بندر صبحك بالخير. صبح ذر الله والسرور يا حبيبي. كيف امورك؟ قرب من المايك تكفى حق محمد، المايكك ما فيه صوت. لا مشغال مايكي. امرنا يا قلبي، كيف تشوف البرنامج وكيف تشوف ادائك؟ هل انت راضي على اللي قدمت وباقي في جعبتك شيء او لا؟ والله تبي الصراحه انا ما قدمت تقريبا الا 10% باقي. صح جميل بندر. للامانه سولف للامانه يا بندر، انا شفت جلستكم اليوم من بعد صلاه المغرب الى العشاء وكانت تتحدث عن جمعيه سمو ووقف ذريتي، مبدعين في ظهورك انت وعمر وثالثكم على المسرح. بندر انت في داخلك شيء كثير بس ما ادري ليش الى الان ما انطلقت. الحمد لله، لكن باقي قدامنا الوقت، ولكن ان شاء الله اوعدك واوعد المشاهدين ان شاء الله بالقادم افضل. الله ييسر اموركم يا رب. زين لكن ما شفت جلستنا اليوم انا وسعد السبيعي وصالح محمد المسعود. هي كانت في الرياليتي يا حبيب قلبي وجايين في نقاشها ان شاء الله يا بندر. متميزين بس انسوا اللي قدمتوا قدامكم اجمل ان شاء الله يا بندر. لا لا اصلا ما قدمنا شيء للحين، باقي بيض الله وجيهكم. باقي توك. طالما ان القناعه هذه بداخلكم قدامكم نعم. شيء جميل ان شاء الله. وهذا وعد ان شاء الله بتشوف شيء احسن. وانتم قد هالوعد. محمد كيف امورك؟ الحمد لله رب العالمين. للامانه يا محمد قبل لا اترك المجال للاساتذه، لو تشوف تاثير قراءتك والجلسه اللي تسويها للقران على الاطفال برا، وانا ما اقول الاطفال والله العظيم انك تاخذ منها اجر كبير انت والاطفال. وللامانه مساعد بتصحيحك للتلاوه يا مساعد حماد، ومحاولتك انك تقرا صحيح قاعد يسوي اثر برا، انه شوفوا قاعد يحاول انه يصحح قرانه حتى وان كان مو قادر على هالشيء لانه قاعد يدرك هالامور. اللهم لك الحمد والشكر، هذا والله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الشباب يعني متعاونين بشكل ما تتصوروه في موضوع الحلقه وموضوع انهم هم حابين يتعلموا هذا الشيء لان هذا شيء لهم مش لاي احد. الله يعطيك العافيه. طيب علي معك محمد وله اجرين اسرا لحتى اللي يحاول. صادق بالضبط. احسنت محمد وبندر يا لبيه، جمعتوا لنا الشمس والقمر في مكان واحد. اول شيء انتم مبدعين ومن اجمل الشخصيات الممتعه في البرنامج صراحه، واللي اثبتت وجودها ونفسها. بعض الشباب هنا يزعلون من بعض الكلمات. محمد الذهلي اول شخص جاني بعد الحلقه اللي صار فيها بعض المناوشات انه ليش انتقدونا، جاني قال لي كلمه واحده، قال لي اذا ما انتقدتني
كيف اصحح مساري في البرنامج؟ هذا التفكير الصحيح. وجنبه بندر العلي قال نفس الكلمه هذه، اذا ما انتقدتني كيف اصحح مساري وكيف اتعدل في امور جايه؟ انا قدامي 95 يوم. فانا اقول من ارقى واجمل الشخصيات في برامج الواقع في هالسنه بندر ومحمد، اتمنى التوفيق لكم. اخوي علي نسمعك يا بندر. اصلا احنا يعني ما جينا الا هنا نتعلم، وانتم ما حطيتم هنا يعني الا تنتقدون نقد ايجابي، يعني ما اتوقع انك تحطمونا. احنا منكم وفيكم يا نعم. بندر ايه ما تجلسون لاخر الليل الا شيء لنا والله مستفيدين منه، ولكن نقدكم ناخذ الشيء اللي يفيدنا واللي ما يفيدنا هذا متقبلين. بندر بقول باقي تبغى تقول شيء ولا خلاص؟ عشان الله يطول عمركم. الله يعطيكم العافيه. شكرا. ابغى اقول لكم نقطه، ترى البرنامج برنامجكم انتم، على الهواء 16 ساعه احنا ناخذ ساعه واحده، انتم اصحاب البرنامج احنا ضيوف عندكم. الله يعطيكم العافيه وقادمكم اجمل ان شاء الله. الله يوفقكم جميعا يا بعد راسي. معنا الديوانيه مع راجح الحارثي حبيب قلبي ابو معيط، نشوف تقريرها ونرجع نناقشها بذا الواحد لحد. شمات رجالا وهات ما أخلفها شيبانها، يا سلام أي مزرق العود فلا طيب. كالعادة أنا أكون معكم صريح، أنا أحرص دائما على أن نكون ضيوفكم. طبعا هم مستوى ما راح أحدد هنا، لكن أتكلم ما كان لهم زيارة قبل هنا، لأن اللي ما له زيارة قبل ناس تشوف جديد، شخص جديد بالنسبة لها في مادة جديدة. هنا قضايبة الضبا تقطر بزكى دماء، ويأتي شمس ما حجبها الغايم من سباه. من شان ما يلحق عيب ومنقود احفظ وصاتي والوصاه اعتمدها، أوصيك قبل الجسم يدبي بها الدود. في الشاشة اللي حبها عندنا غير بداية، اللي كل مجد تناله في مجلس يجمع نجوم مشاهير، فيه الكف ورحب وبهر إدلاله. أستغفرك يا الله من بعض النوايا والوجيه، لاختصهم ضيف المسير شككوا في نيته، لكن على ما قال يا وجه النزيه ابن النزيه، الناس تعرف طيب النية على عفويته، الملتزم بالصمت ما يخطئ ولا يخطى عليه. قل رب حق والنصر المجيد، توامي من سيوف سلها، والرسائل عذبت سعى البريد، احتسامها بعد ما بلها، احتسامها بعد ما بلها. يا مرحبا لمليون، رجعنا لكم مرة ثانية. والله لو تشوفون المشاكسة اللي تصير إذا طلعنا فاصل بين علي وهاني، أبو فزاع يضحك ويتفرج. عطني المايك لياكل الكلام اللي قلته. طيب قبل شفت اليوم فقرة قبل لا أجيك يا هاني، منيف اليوم أنا جالس في البيت قاعد أتابع القناة، كانت جلسة كل حالك لا إله إلا الله، والله العظيم أن استمتعنا فيها، جالس عند شبة الضوء وقاعد تردد شعر وقاعد تقول والحالك، يعني 23 شخص في كفة والكاميرا عندك، الحالك في كفة، ترى ما تدري متى يكون الهواء عليك، فعيش على طبيعتك زي ما شفنا. تمنيت أن يوم انتهت الشيء اللي قاعد تقول أنك تكملها يا حسين. زياد حبيبي بس ممكن طلب بعد منيف. هاني إذا معلك لا ما عندي مشكلة منيف، بس نبغى فيكم في الشروم. طيب منيف الكوفي شروم يا بعد راسي. هاني طيب أنا ودي أتكلم، بس ترى قدامنا 7 و8 متسابقين، احنا تكلمنا الحين عن 15 بعدين. حلو بنكملهم بكرة يا أبو فزاع، ما في وقت والله. طيب أنا بين يديك. الله طيب يعزك. شو اسمه منيف، احنا جالس تحت الهواء نسولف. فأنا جالس أقول الشباب قدموا الجمعية تسمونه سولف ولا عاي يسجل. لا أصص. طيب عطني إياها اللي كانت بعد المغرب اليوم. أول شيء تفاعل الشباب مع الجمعية تفاعل ممتاز ومن تلقاء أنفسهم، وهذا شيء أجرا يشكرون عليه، يعني الله يرزقهم الأجر. وثاني شيء ترى هذه قيمة جميلة ورائعة، أنه شريكك في البرنامج جالس تقدم له، وهذا شيء ينعكس عليكم يا شباب. طيب. النقطة الثانية، محمد عثمان جالس يقدم فقرة جميلة اسمها إذاعة محمد عثمان، اليوم استضاف الطويرش، كان لقاء جميل، وصح انه سرق مني بعض الاسئله، سالني عنها وسجلها بدون لا يستاذن، لكن يلا نسامح. انت ماخذ دور الضعيف يعني، إيه كلنا يسرقون منك. يسرقون مني لك الله سبحانه. انا مسكين يعني، حتى الله. انت كنت تسرقون مني الله يسامحكم. كنت تجيب لنا اندومي ما علي يسرق. عينك كذا في شاهدين قبل شوي انت منكرني والحين اقريت. النقطه المهمه اذا سمحت لي،
شو اسمه مبادره ايضا الملحم في القصص في قصص الصحابه اذاعه محمد عثمان كلمه عن مسعود اليوم القى كلمه بعد الصلاه كانت جميله وسالم الخنفر اليوم فاز مع شف حتى الجمال العميس مسوي مسابقه الجائزه وش هي؟ سهم سهم في الجمعيه جميل الله فيعني المسابقه فيها جمال والجائزه في اجمل فصراحه مبادرات يشكرون عليها الشباب في عندي خبر زفة مو بحلو عشان زفة بس بقول طبعا اعطونا مجال لان كذا ترى بروح اليوم كله راضي ايه؟ طلع يومين حلو فانخصم عليه 1000 مش 500 1000 ريال على غيار يومين لانه كل يوم 500 هو طلع يوم وجاء جاء ثاني يوم طيب يعني فاخذ نص من اليوم الثاني طيب. اللائحة تقول يوم او جزء منه ب 500 ريال ممتاز وكذلك المكالمات دقيقة او جزء منها ب 500 ريال الى اخره طيب وصلت ما ادري منيف معانا في الكوفي شروم ولا باقي طيب في انتظارك يا منيف ابو فزع كيف شفت الديوانيه؟ امانه هو راجح كشف الورقه قال انا ابغى اجيب ضيوف ما جوا قبل كذا وهذا تخطيطه. معروف ان روح البرنامج الديوانيه والخيمه سابقا هي روح البرنامج وعلى راجح ثقل وحمل كبير جدا لان هي فقره مهمه وينتظرها الجمهور. الله يعينه عليها ويعينه على ادائها وان شاء الله هو قدها. انت مثل ما شفت يعني شفت تفاعل الشباب مع الشيلات فيها روح فيها روح خاصه فيها وبالذات الاسم الكبير اللي جاء علي بن رفده يعني شاعر ومنشد يعني رجل هامه كبيره ولو مهونة في الضيوف الباقين اللي كانوا موجودين معه في نقطه يا اخو ابو سعد الشباب الان بعض الاحيان الشباب يقولون يعني نشوف في الرياليتي يتكلمون يقول كنا قبل شوي نتوقع ان الكاميرا عندنا وفتحنا مواضيع جميله يعني يوم يطلعون ما يتوقعون مثل الكاميرا عندهم او احيانا اذا مفك سبيكر في جهه ودروا انهم مو بهواء انت اول شيء خليك جاهز وخليك على طبيعتك وسولف كاميرا فيه ولا ما يبفي اليوم كان في جلسه في بيت الحكمه كان آل مسعود وسعد وكان بندر كانت جلسه جدا جميله وعفويه منيف يوم انه جلس هنا وقاعد يسولف الحاله الواحده ما في شيء جات الكاميرا عليه وطلع منيف بشكل جميل جدا لان اصلا ما كان يدري على الكاميرا وهذا هو انت مجرد تركب المايك ومجرد تدخل هنا في الموقع فخلاص اعتبر نفسك هواء اعتبر نفسك هواء بيجي الكاميرا بتجي لين عندك وبتصيدك وبتقدم للناس لكن لا تتذمر تقول المخرج والمخرج يعني احيانا يكون في جلستين حلوه وين يروح المخرج يروح هنا ولا يروح هنا فانت خليك جاهز هذا 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 تصريح من معد الصوت يقول احنا متوقفين اصلا عن فتح السبيكر في اي مكان في القريه الا في الجلسات او في مثل الديوانيه الحاجات الرسميه جميل المخرج برضه يقول والله العظيم كلامك في محله يوم تقول انه اذا المخرج شاف جلستين حلوه ما يدري وين يروح هنا او هنا في الاخير انت على قد ما تقدم على قد ما تجيب الكاميرا لك اليوم منيف جاب الكاميرا له الحاله من بد 23 شخص في جلسته اللي كان جالس هذه رساله واضحه ومباشره الشباب انه الاكثر امتاعا وابداعا لو انك لحالك بتجيك الكاميرا. انا اقول منيف انا قبل امس كنت جالس على تويتر فبحثت باسم منيف منيف الخمشي دخلت الهاشتاج رايت الرائع والامتاع والابداع والقصائد الجميله والمفردات الرائعه والاكثر من رائعه من منيف اداء وجمال في الكلمات وحضور وتواجد والقاء انا اقول ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعني احنا اذا استمتعنا بشخص نبغى منك المزيد معلش احنا استمتعنا منك منيف وابدعت وامتعت الايام الماضيه لكن نبغى منك المزيد واكثر واكثر لانه صراحه اذكر قصيده القاها في السجن والقى قصيدتين برضه في المطبخ واحده هو جالس مع الشاب كل قصيده في معانيها وتشبيهاتها اروع من الثانيه وطالع باحساس صادق جدا والرجل يلقي باحساس عالي جدا انا اقول لك الجزء هذا اشبعنا من الشعر ونبغى اكثر في نقطه مهمه في ناس زي المركبات الكيميائية لما يحضر الثاني يصير فيه تفاعل كذا ويصير فيه امتاع يعني جيد؟ حلو واضح الفكرة حلو إيه؟ لأنه مثلا أذكر زياد وسعود غربي لما يجتمعون يصير فيه في طقطقة ونكتة وفي تفاعل البرنامج ذا في ثنائيات وثلاثيات في شخص عنده تكامل مع ذاته هو وهو يعني منيف يجلس الحالة بالساعات واليوم جت لقطة من اللقطات اللي كان فيها منيف الحالة يا جماعة ترى اللقطة هذه تتكرر كثير على منيف مو بتوحد ولا لا تكامل يعني يقدر يعيش مع نفسه لو عاش في جزيرة الحالة يقدر يؤدي هاني ذاك يوم احنا هنا جالسين في الحلقة هو الحالة هناك شاب الضوء جالس ترى شاب جالس 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 الحالة ما عنده ولا اي شيء بس ليش شاب الضوء ايه؟ لان هذه جلسة المتسابقين بعد الهواء يشب لهم الضوء وبعد الهواء يجتمعون يسهرون هنا ف
بس كان وقتها كان وقت الحال من بدايه الحلقه الى نهايه الحلقه الحاله جالس الشرطه قلت معك كتاب قال لا جالس اي لا لا يهوجس هل هو الظاهر احساس الشاعر او شيء. عندي نقطه ثانيه اليوم راشد تكلم كلام جميل عن النقد وكانه يوجه رساله غير مباشره لبعض راشد القحطاني راشد القحطاني راشد منطقه جميل ورائع الرساله يوصلها رائعه وايضا اعجبني راشد في لقطه تمثيليه يا اخي في يعني في حس الفنان في لمس الفنان في نقطه الهوشات في سين ما ابغى اقول اسمه في كل نقاش يجي يسوي هوشه يرفع صوتي قاطع صدقني يا حبيبي هذا ليس الرياليتي يعني ترى الرياليتي قاعد تخرب على يستمع اصلا يا سلام عليك وايضا يا اخي انا لما اتابعه واشوف واحد يرفع صوته ويلاجج ويقاطع ترى تكرهني في القناه وتكرهني من المتابعه من هو ها راشد لا 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 اللي يرفع صوته ما ذكر اسمه لا انا اقول سين ما ابغى اذكر اسمه بدون ذكر لا راشد تكلمت عن نقده الايجابي وعن كلام عن النقد كان جميل هذا شخص ثاني هذا ابدا ليس من الرياليتي ولا من الشو ترى من الرياليتي ومن جمال الرياليتي هذا اللي جالسين نعيشه اني اشوف جلسه تبادل الحديث فيها جميل اذكر لكم جلسه الى الحين في ذهني ابن دفنه كان مع مجموعه عبد الرحمن طيري وسعد السبيعي ومجموعه والله ما اذكر اسماء كانوا واقفين يسولفون عن الشعر ثم جاء الحديث عن بن جدلان واستمروا في حديثهم ثم قال واحد يا شاب خلينا نجلس تعبنا واحنا واقفين واستمر حديثهم يمشون لين جلسوا في مركز قهوه جدر صيدك شوف الجلسه كيف كانت جميله وسلسة والجميع يتكلم والجميع ينصت يا أخي أنا أتعلم أو شيء أتربى من هالكلام أتربى من احترام مجلس الرجال ومن النقاش اللي يدور وفلان يتكلم وفلان يستلم وفلان يسلم شيء رائع طيب نأخذ بعض التغريدات بعد إذنكم يوم رصيدي فخم احتفلنا بالمليونية مؤتمر الجمهور رائع جدا والخيمة ورياليتي الشباب اليوم كانوا متميزين الشباب في توزيع الجلسات وفي احترامهم للضيوف وفي نقاشهم المتداول بينهم منيف الكاميرا تركت 23 شخص وجدتك لحالك اعرف انه التميز لا يملكه شخص معين باسمه انه مهما كنت انت متميز تراك بتجيب الكاميرا مو لازم معك اثنين او ثلاثة اشخاص ابو فزع نقطة نشكر بسام وائل اليوم بعد صلاة العشاء كان لهم فقرة جميلة جدا وائل ترى نجم الستاند اب كوميدي يعني اهنيه ترى على اللي قاعد يسويه وبسام برضو ما قصر فكان في جو كذا فكاهي حصل في القرية أتمنى اللي عنده موهبة ومتمكن فيها من الشباب إني ينقلها للشباب يعني الشعر وعلى شيء يسويه وائل وائل قاعد يسويه أتمنى الشباب الشعراء الموجودين أتمنى عبد الرحمن والمثقفين يعني الموسوعة ولا نقول له جوجل ولا نقول له ما عبد الرحمن ولا عبد الله الراشدي بن دفنة إن برضه يقولون للشباب إيش أفضل الكتب افضل العصور اللي ابدا فيه وش ابدا باي عصر اتكلم عن العصر الشعري ولا في الشعر العصر الجاهلي ولا العصر العباسي ولا الاموي يعني انقل خبراتك لاخوياك سواء تحت الهواء ولا على الهواء طيب في كلمات هنا اشوف انها راكبه على منيف في جلسته اليوم يقول سجم على الهاجوس طبيعه اللي طبيعه بموت ما جست عنها وانت كنت صاحب تميز في هالسجل اليوم يا منيف ولا تحرم تحرم المشاهدين من تميزك في نقطه مهمه بعض الناس يظلم المخرج اسمعت لي يتوقع ان المخرج هو يختار بكيف لا المخرج في عوامل كثير عشان يختار فيها الجلسه والدليل يعني مثل جلسه مثلا الاشخاص هل هم مناسبين يظهرون للشاشه ولا هم مناسبين هل النقاش يناقشون فيه مناسب يطلع ولا لا هل شو اسمه المايكات شغاله كلها لو في مايك طافي ما حينقر عليكم لذلك هل موضوعكم جيد فالمخرج لما يختار معاه ستوري اديتر معاه الصوت يساعد معاه يعني هم فريق عمل يختارون مش شخص واحد فلا تروحوا للمخرج في تويتر والمخرج ترى في غالب الاحيان الى الان ما ادرك جميع المتسابقين كاسماء فهو يشوف الحدث المتميز يروح له وغالبا ما يكون نقاش مناسب هو اللي يسحب الكاميرا في البرنامج ويقول الى الان في اثنين لخبط بينهم بالاسماء الاشكال منهم سالم عبد المجيد عبد المجيد طويرش وهم السبب يعني اليوم احنا في جلسه يعني قبل البث كان في جلسه جميله جدا قدام اللي هو غرفتي سابقا القهوه سالم طلع طامرك من جنبهم ومشى وراح الجهه الثانيه يعني كان موجود في الغرفه وطلع من الغرفه وراح الجهه الثانيه طيب اجلس طيب سولف طيب شارك احيانا انا اقول نلتمس العذر ترى ما كملنا في البرنامج يعني كم اليوم 13 ابو غزال يعني ما كملنا شيء نقول يمكن لكن اليوم اليوم فعليا مو 25 مو 13 لانه في 12 يوم تبغى فعليا اليوم ثاني يوم صحيح امس اول يوم واليوم ثاني يوم صدقت. فاتمنى من سالم واتمنى من عبد المجيد واتمنى من خالد جميل. خالد يا رجل كنز
حميد خالد والله مو بعرف حميد والله خالد المحميد انا اتكلم عن خالد العميس خالد والعميس. يقدم خالد العميس والله كنز العميس اذا معنا تعالكم في الشروم قبل انت الوقت كنز جميل بس الرجل اعطيك لفته اعطيك لفته العميس من افضل اللي قرأوا اليوم في الحلقه من حيث سلامه التلاوه ومن حيث الصوت ما شاء الله فدليل ان الرجل قراءته يعني جميل. لان اللي قرات القران جيده ترى مو بسهل هذا الشيء وجوه مختلف يعني هو الان الشباب الشاعر واللي يحب الكوميديا واللي خالد جوه ثاني وعنده مخزون شفت الحديث اللي ذكره في جلسه الظلم وعنده يعني مخزون صحيح وعاد الحديث مره ثانيه يعني ما تقولنا اجتهاد هو حافظ على طاري جوه اليوم فقدنا مساعد الله يذكره الشهاده ها مساعد حماد مساعد طبعا لازم نقول ظرفه عشان الناس تعرف عشان الناس تعرف مساعد امس ترى بعد الهواء نقلوا المستشفى الشباب اخاف اعطيناها عين لان حللناها أمس. حللناها امس لا مساعد شخصيه متفاعله جدا امس كان عندها تعب بسيط راح المستشفى ورجال سالم شفتوه اليوم الظهر على الهواء لكن يمكن اليوم خفرت لازم فتره راحه عشان التعب ونقول له ما تشوف شر يا مساعد الف لا باس يا ابو حماد وقدامك العافيه انت وال23 رجل اللي تمثلون هالقناه خير تمثيل باذن الله واحد انتوا 23 اضافه مساعد وال23 اللي معه زائد 24 انا نسيت جحا في الموضوع علي سالته نسيت جحا ولا لا 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 انا عندي نقطه بسيطه ها تعرف عندي نقطه بسيطه خلينا نسمع علي انا عندي نقطه بسيطه قبل يومين بفزاع او ثلاث ايام كان يذكر انه يقول اتوقع عند الشباب مصدر او جوال لكن انا اقول عند الشباب ما عندهم مصدر عندهم جوال شلون اكدتها انت هذه الان انا متاكد ان عندهم جوال انا متاكد ان جوال لان احد المتسابقين كعه وجاب العيد قدامي ايش قال بالضبط قالها وبس لا تقول اسمه ايش قال المهم قالها وبس طلب شاحن طلب كنت مفتوح لا والله طلب شاحن بيانات لا جاء كعه عند الضامد ايش قال كذا قال حسابي ما ادري فيه كذا وجيت ادخل بالجوال قلت وين قال جوال شاف قلت شلون قال جو عندنا جوال خلاص تبغى عشان ابين لو سمحت كمحامي انا اتكلم كناقد لا عشان ابين لك حاجه بس ممكن شوي ترى في اثنين بس مع خالد العميس عشان الوقت في اثنين دفعوا فلوس امشوا وخذوا جوالاتهم ترى خالد انا نسمع خالد بعد اذنكم خالد صبحك الله بالخير يا حبيبي صبحك الله بالنور اعطوني الشاشه يا شباب هنا خلينا نشوف وجه خالد واشوف محيا كيفك يا خالد الله يطول عمرك حيا الله ابو سعد وش هالزي السعودي ما شاء الله ليله عيد الله يطول عمرك الله يسعد الله يسعد هالقلب الله يسعدك ويطول ابو فزاع ايش رايك في ظهور خالد وتميزه امس واليوم انا اقول ربع ساعه ما تكفيني في 16 ساعه يا خالد الله يسعدك يعني انت اليوم ربع ساعه وجميل وكويس لكن هنا في 16 ساعه في البث يا خالد انت كنز وانت طالب من طلاب حلقات التحفيظ يعني عندك مخزون لغوي جميل عندك يعني ما يعني علوم القرآن كلها موجودة عندك التجويد والتلاوة والتأمل والأمور دي كلها خالد أنت قاعد تدفن نفسك أو أنها خطة أنك تبغى العدد يخف ما تبغى تحرق أوراقك أنت نجم وظهرت اليوم في الربع ساعة وأمس نقاشك عن الظلم مليان يعني خالد الله يسعدك والله يا أبو فزاع زي ما قلت أنت فيها أشياء يعني الواحد يمكننا مخطط لها يعني مستقبلا ان شاء الله ادري ان فيه ضعف مني يعني ان ماني متفاعل بشكل كبير بس ان شاء الله نوعد الناس ونوعد الجمهور انه يكون في تفاعل اكثر واكثر باذن الله خالد حبيبي الله علي معك يا خالد تفضل تفضل يا حبيبي شو اخبارك الله يطول عمرك يا هلا الله يصبحك بالخير ان شاء الله صبحك الله بالنور انا متاكد انت من الشخصيات اللي باقي الان داخلها مكونات رائعه بس باقي ما زال خليط باذن الله لكن امامك اسبوع ونصف على البرايم الرجاء ارجوك امتعني في هالاسبوع ونص باذن الله 16 ساعه امتعني اقل شيء في 3 ساعات وزع لي 3 ساعات على 16 ساعه امتعني في اسبوع ونص على اشياء جميله ومتاكد ان داخلك اداء وداخلك حضور وداخلك فقره جميله امتعني فيها يا خالد باذن الله اني ببذل الجهد و الله يوفقك يا انا والشباب وان شاء الله ما نقصر باذن الله. طيب خالد لبيك في خاطرك شيء تبغى تقوله يا حبيبي توصله سلامتك بس الفكره يعني كاملة هو التفاعل وكذا إن شاء الله الأسابيع الجاية والأيام الجاية بإذن الله إنه بيكون تفاعل ثاني وبيكون فيها تفاعل أكثر وأكثر بإذن الله خالد بإذن الله. ساعة على الهواء في القناة تسوى يوم في السوشيال ميديا ساعة واحدة على الهواء صدقت تميزوا الله. الله يسر أمورك شرفتني يا بعدي ألف شكر يا أبو سعد الله يقويك شكر الله سبحانه منكم وفيكم يا بعدي في شغلة إذا تسمحوا لي كلمة أنت قلت خلني أخذها من طيب ثلاث دقائق وفزع منك وبعلق عليها بعض الشباب نجوم السوشيال ميديا وانا جربت وسافرت برامج مع نجوم السوشيال ميديا نجم السوشيال ميديا ايش مشكلته اذا شاف كاميرات يهدى صادق اذا رفع جواله يشتغل
فالشباب اللي شغالين على السوشيال ميديا اتمنى يفرقون. انت الان انسى موضوع السوشيال ميديا، اعطتك ثقه واعطتك جمهور واعطتك شغلات كثيره، انسى السوشيال ميديا، انسى الجوال جوالك الشخصي، وخلي الكاميرات هذه اللي هنا موجوده هاي هاني انت، خلي الكاميرات الموجوده هي جوالاتك كلها جوالات هذه، وتكلم معها زي ما تتكلم. فارس ترى فارس نجم سوشيال ميديا هنا الان كويس، بس احيانا انه عكسيه فارس انه يتعامل مع الكاميرا كأنها سوشيال ميديا، لكن أتمنى الناس تفرق بين السوشيال ميديا والكاميرا. طيب قبل الختام، كلنا قرأنا الأخبار اللي أمس يمكن كنت سباق فيها أبو فزاع ذكرتها، بس ما أسعفنا الوقت أن نعطيها حقها، وإلا ما يعطى هذا الحدث حقه كاحترام وإجلال للمكان والزمان لما بقيت من الأخبار ما يعطى اهتماما. شفنا محاولة اعتداء على مكة المكرمة، بشكل سريع إيش تقول يا علي في هالموضوع؟ أنا أقول هالموضوع كبير جدا، في بيت جميل قرأته في تويتر يحكي حاجة جميلة، يقول: محفوظة أنت خابت كف من مكروا وعاد بالذل صاروخ الطواغيت. أنا أقول الله يحفظ مكة إن شاء الله يا رب، ومحفوظة بإذن الله ورعايته في يد الحي القيوم، وأسأل الله العظيم أن يحمينا ويكفينا شر الطواغيت، وأن يحفظ بلادنا وأمننا ويحمي جنودنا. اللهم آمين. أبو فزاع في 30 ثانية تكفى. في 30 ثانية، الوالدة والأهل كانوا كلهم أمس في الحرم، والله ما حسوا بأي شيء أبدا، وما كأن صار شيء، لأن الصاروخ كان بالضبط فوق منطقة هدى الشام تبعد عن مكة تقريبا 40 كيلو. اللهم لك. الشاهد في الموضوع، أنا أقدم شكري ودعائي وامتناني وخالص الدعاء لقوة قادة الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية، وأما المهندس اللي هندس الصاروخ وأطلق، هو صاروخ واحد جميل يعني لو فلت، لكنه رجال أشاوس قدرات هائلة جدا لأفراد قوات الدفاع الجوي السعودية. طيب. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك ولا والديك الجنة. أنت الوقت هاني، أعذن عن إذنك حناخذ تعليق، لكن والله أنت الوقت. أنا عندي كلمات بسيطة سعود الفيصل قالها رحمه الله، اللي كأن وفاته حلم إلى الآن: لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن لها. من أنت أيها الحوثي عشان تتحاول تطاول على مكة والمدينة والمملكة العربية السعودية بشكل عام؟ لست أنت إلا واحدا ليس ينفع فيك هذا الوفاء. الكلب في الشارع، مع احترامي لهذه العبارة المشاهدية والملائكة، إذا أطعمناه كان وفي، إلا أنت لأنك أنجس من النجس. استودعتكم الله سبحانه، إلى أن ألقاكم في حلقة الغد، في أمان الله. الله يعطيك العافية. زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد نزاد هذا كسب دينا من اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا زد رصيدك 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 هات يا